عشان تبقوا تصدقوني حضراتكم لما بقول لكم ان انا دايما بتفائل بالجمله اللي نهاوند بتفتح بيها كتير جدا من حلقات البرنامج. وليه كتير جدا من حلقات البرنامج؟ لان بسم الله ما شاء الله اللهم صل على كامل النور الاهلي مقضيها انتصارات. صح. خش عليهم بقى صباح النصر. أيوة. على كل الاهلاويه في كل مكان في العالم، وعشرة الصبح في الاهلي وحلقه جديده ونهايه الاسبوع، والحمد لله ان احنا دايما بنبدا الاسبوع كده باخبار حلوه وبننهيها كمان باخبار حلوه. بدانا يوم الاحد وكنا بنبارك لينا كلنا ونبارك لمصر كلها على فوز النادي الاهلي بالبرونزيه في مونديال الانديه، ودلوقتي بنختم الاسبوع ان احنا بنبارك بفوز الاهلي في ماتش امبارح. ماتش كان حلو جدا بس اعصابنا كانت متوتره شويه الشوط الاول طبعا، بس طبعًا. الشوط الثاني ابدعنا. الدنيا ظبطت في الشوط الثاني. طبعا حسيتي بقى بالتقل المعتاد للنادي الاهلي والتركيز واللعيبه اللي مصحصحه وفايقه، وفي جمل كده هو حلوه يعني اسعدت كل اللي بيتفرجوا، ناهيكي طبعا عن الفرص اللي راحت كتير. يا سيدي بس انا مبسوطه جدا بالجول بتاع والتر بواليا. الناس كلها كانت السوشيال ميديا امبارح بجد كلهم بيقولوا يعني هو ده، احنا كنا منتظرين يعني اللحظه دي، وكان كلام حلو جدا يعني موجهين له، فاحنا كنا واثقين طبعا، لان اي حد بينضم للنادي الاهلي اكيد ده بيكون عن دراسه وعن درايه وحاجات احنا اكيد برده ممكن ما نكونش فاهمينها. فهذا اللاعب فعلا اثبت امبارح جدارته، وهو اصلا كان يعني ثابت ده لما ايام ما كان بيلعب، هو كان هداف اصلا الجونه. فاحنا بنتكلم عن شخصيه، ما هياش شخصيه يعني مثلا لا تليق بالاهلي، ما فيش حد بينضم للاهلي لا يليق بالاهلي. احنا لازم نبقى واثقين من ده، ولسه ياما هنشوف كتير جدا من بواليا، انا متاكده من ده ان شاء الله. هو كانت محجره معاه حبتين الفتره اللي فاتت، بس الحمد لله ربنا فتحها عليه امبارح، واول اهدافه على الاطلاق بقميص النادي الاهلي. هو ان شاء الله يكون فتحه خير بقى ويغرق الدنيا جوه بعد كده. طيب قبل ما نبدا حلقتنا، احنا دايما بنحب ننوه على الفقرات اللي هتكون معانا. احنا النهارده زي ما بنتكلم يعني ان احنا مهتمين جدا بمختلف الرياضات وكمان الابطال في مختلف الالعاب. النهارده معانا فقرتين عن رياضات قصار القامه، هيكون معانا فقره عن ابطال العاب القوه من قصار القامه، وهيكون معانا فقره اخرى هنتكلم فيها عن الاهلي ومشوار العشرة مع كابتن ضياء عبد الصمد نجم الاهلي السابق. اعتقد يعني هتبقى فقرات في غايه الاهميه، ونبدا بقى كده اخبار النادي الاهلي معاك. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ابتدى الاهلي مشوار العشرة امبارح. كانت مباراه مهمه جدا وفوز مهم ومستحق حققه النادي الاهلي على حساب فريق المريخ السوداني بثلاثيه نظيفه. المباراه اقيمت بين الفريقين على استاد القاهره في اولى مبارياتهما بدور المجموعات ببطوله دوري ابطال افريقيا. الاهلي ابتدى بدايه قويه وتصدر مجموعته بفارق الاهداف عن سيمبا التنزاني. ماتش يعني رائع بالمعنى الحرفي، وخصوصا في شوطه الثاني من حامل لقب افريقيا وثالث العالم. اداء متميز سواء على مستوى الهجوم او الدفاع. الحقيقه برافو لكل لعيبه النادي الاهلي. وكمان عايزين نقول لكم ان امبارح محمد الياس السفير السوداني في القاهره، والصادق مدبو نائب رئيس مجلس اداره المريخ السوداني رئيس بعثه الفريق في مصر، حرص على تهنئه الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس اداره النادي على تتويج الفريق الاول لكره القدم ببرونزيه كاس العالم للانديه. تبادل الكابتن محمود الخطيب والسفير السوداني ونائب رئيس نادي المريخ الدروع والقميص الخاص بكل فريق على هامش طبعا لقاء الفريقين. كل الكلام ده حصل في حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. دي بداية خلينا نقول أو بداية حلم كده جديد لفريق أحلامه وأحلام جمهوره ما بتتوقفش دايما. إحنا كده كل فوز كل بطولة عايزين اللي بعدها، يبقى زي ما بنقول مصر وأفريقيا بالنادي الأهلي، وهنفضل كده نقول العشرة يا أبطال أفريقيا. وخلينا كمان نأكد إن الفوز ده منح الأهلي صدارة المجموعة الأولى بفارق هنا الأهداف عن سيمبا التنزاني اللي فاز على فيتا كلوب بهدف دون رد في المباراة اللي جمعت الفريقين، ده كان يوم الجمعة اللي فاتت. كمان نقول الفوز ده اللي حققه الأهلي أكيد هو الأكبر في منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في المجموعات الأربع، عشان كده يصبح بقى الفريق صاحب أقوى خط هجوم في الجولة الأولى من دور المجموعات. طبعا ده طبعا زي ما احنا بنتكلم بعد الفوز امبارح على المريخ السوداني، ثلاث أهداف جميلة شفناهم يعني من لاعبين برضو كبار جدا، واحنا مبسوطين أكيد بالهدف اللي أحرزه يعني كهربا أو أفشة أو بواليا زي ما كنا بنقول امبارح. أكيد زي ما حضراتكم تابعتوا كده شفتوا الشوط الأول من المباراة، كان التعادل فيه سلبي، لكن صناعة الفوز وتحقيق الأهداف اتحققوا في الشوط الثاني. الكلام ده ابتدى بتقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 56 عن طريق محمد مجدي أفشة، فيما عزز محمود كهربا تقدم الفريق مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 63، وأخيرا وليس أخيرا يا رب إن شاء الله والتر بواليا في الدقيقة 70. طبعا يعني كان أداء جميل جدا، وخصوصا الحقيقة في الشوط الثاني زي ما كنا بنتكلم من شوية شفنا يعني أداء محترم يليق بتاريخ النادي الأهلي.
لو اتكلمنا بقى كريم عن لقاءات الاهلي والمريخ، خلينا نقول انه بكده نقدر نقول ان حقق الاهلي فوزه الخامس على فريق المريخ السوداني في تاريخ المواجهات بين الفريقين. سبق وخاض الاهلي امام المريخ السوداني 6 مباريات بواقع 4 مواجهات في دوري الابطال، ده كانت نسختي 83 و2002 وبطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس في نسخه 93. ونجح كمان الاهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات، كان التعادل حاضرا في مواجهة واحدة فيما خسر مباراة برضو واحدة. بفوز الأهلي بقى امبارح يبقى ده الفوز الخامس للأهلي على المريخ السوداني. طبعا هيكون لينا كلام كتير النهاردة عن مشوار العشرة في الفقرة زي ما كنت بنوه أنا وكريم في بداية الحلقة مع حضراتكم. وطبعا بالتزامن مع كل انتصار جديد أو كل فوز جديد للنادي الأهلي، يعني أنا شخصيا ابتديت ألاحظ أن مؤخرا الحكاية دي ابتدت تزيد بشكل ملحوظ. فكرة أن في ناس قاعدة يعني على السقطة واللقطة، قاعدة بتتلكك على أي حاجة، وبعدين هوايتها الأولى والأهم هي فكرة إفساد فرحة الناس اللي فرحانة. يعني إحنا ناس فرحانين بفريقنا، حقق انتصار، رجع بميدالية برونزية من كأس عالم للأندية، واخد بطولة إفريقيا، دوري، كأس، يعني جمهور فرحان بفريقه. إيه بقى المزاج في إن في ناس تتفنن في إن هي تعكنن عليكي؟ وبعدين حتى أوجه العكننة كلها أضعف من بعض، وكلها الحجة فيها تكاد تكون معدومة المنطق تماما. يعني مثلا بتلعبي فريق مش عارف، يا عم ده فريق تعبان، كسبنا 2-0، يا عم 2-0 ده المفروض يكسبوا 7، خسرنا 2 مش عارف. يعني ايه بقى، ايه المزاج في كده؟ انا مش فاهم. والحكايه دي بجد بقت ظاهره ملفته للنظر، وظاهره لازم نتخلص منها، لان احنا في الاول وفي الاخر المفروض ان احنا بنستمتع بمنافسه كرويه، مش بقى نقعد نلقح على بعض كلام. ولا انت شايفه ايه يا ست الكل؟ انا شايفه ان كلامك مظبوط جدا. يعني فكره هنا برضو يعني نظام مخالف تعرف زي ما بيتقال، ما اعتقدش ان هو ممكن يعني ينجح مع الغيب، ممكن ينجح معاك انت لكن اوقات كتيره ممكن يخسرك برضو. يعني فكره هنا ان انت يكون ليك اهداف معينه وواضحة ان انت عايز توصل رسالة معينة، انت اللي خسران في الاول في الاخر، لان هنرجع نقول جماهير الاهلي واعية وفاهمة كويس جدا كل واحد بيقول ايه وامتى وبيقول الكلام ده كمان ليه ولأي غرض. يعني خلينا نقول جماهير الاهلي برضو هيفضلوا هم حائط الصد الاول اللي بيحمي اللعيبة والفريق كمان بوجه عام، فاحنا مش هنلتفت اصلا لأي كلام بيتقال، وعمرنا ما التفتنا، الاهلي عمره ما التفت يعني. ودايما الاهلي على فكرة يمكن ده اللي بيخليه زي ما بيقولوا كده بيحرق الدم. ليه؟ لان هو عارف انت لما تبقى رقم واحد انت مش فارق معاك اي حد بيقول ايه، فهي دي النقطه. يعني اللي عايز يتكلم يتكلم يا جماعه عادي جدا. الاهلي عمهم وحارق دمهم، على ذكر حارق دمهم. طيب طالما كده بقى تعالوا نبتدي مع حضراتكم كما هي بدايه كل حلقه من حلقات البرنامج، بنطمن مع بعض على حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره من خلال تقرير هنتابعه ونتفرج عليه ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. يعني يمكن شفنا درجات الحرارة، وامبارح كان معانا دكتور وحيد سعودي برضو طمنا الأيام اللي جاية هتبقى وضعها إيه، بس يعني أعتقد النهاردة أفضل من امبارح وأدفى كتير. الجو يعني سخن هو كان يوم واحد كده شتاء
يوم واحد. لا ما خلي بالك لسه برضو قال لك معانا لغايه يوم الجمعة، يعني المتوقع بدايه التحسن الملحوظ من يوم السبت، والله اعلم برضو ادينا هنشوف. بس يمكن برضو الوضع شويه افضل في القاهره، يعني بقيه المحافظات في محافظات فعلا. اسكندريه كانت امبارح في شقلباظات في اسكندريه، هواء ومطر وكل حاجه ممكن تتخيليها. طيب خلينا بقى نروح دلوقتي لاخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه، اكيد كل يوم بنحب نتابع مع حضراتكم. معانا سلا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سلا صباح الخير عليكي. يا صباح الفل، بصبح عليكم وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، هكون دلوقتي معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. بس خليني قبل ما اتكلم عن اهم اخبار الفرق الرياضيه ابارك لجميع جماهير النادي الاهلي في كل مكان على فوز النادي الاهلي امس على نادي المريخ السوداني في اول مباراه له في دور المجموعات بطوله دوري ابطال افريقيا، والمباراه اللي انتهت بثلاث اهداف مقابل لا شيء لنادي الاهلي. سجل الاهداف محمد مجدي قفشه، والتر بوليا، ومحمود عبد المنعم كهربا. خليني بقى انتقل واروح لاخبار اهم اخبار جميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، وكالعاده دايما زي ما بحب هبتدي بفريق الاول لكره السله سيدات تحت قياده الكابتن علي هاشم. يعني سيدات السله النهارده ان شاء الله هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي الساعه 5:30 على صاله الشباب والرياضه في مدينه السادس من اكتوبر بدلا من صاله الشهداء بمقر النادي، استعدادا لاستكمال مشوارهم في بطوله كاس مصر. النهارده هيكون في تمرين وبكره كمان، وبعد التمرين يعني يوم الخميس الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه نادي هليوبلس يوم الجمعه ان شاء الله في مباراه نصف نهائي من بطوله كاس مصر. المباراه هتقام يوم الجمعه الساعه 6 على صاله الشباب والرياضه في مدينه 6/6 من اكتوبر. ويعني عشان كده الفريق يعني هوند نقل كل تدريباته من مقر النادي لصاله الشباب والرياضه عشان اللاعبات يعني يتعودوا على اجواء المباراه ويستعدوا بشكل قوي لمواجهه هليوبلس. كمان خليني افكر الساده المشاهدين انه النادي الاهلي تاهل لنصف النهائي من بطوله كاس مصر بعد الفوز على نادي مدينه نصر في الدور الثمانيه من البطوله، وانتهى اللقاء بفوز نادي الاهلي بنتيجه 96-47 والمباراة اللي أقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي. كمان خلينا نطمن جميع جماهير النادي الاهلي على كليوباترا كره السله ثريا محمد، وبعد تعافيها من فيروس كورونا. يمكن ثريا امبارح كانت متواجده في التدريبات الجماعيه مع الفريق وشاركت يعني بشكل خفيف، النهارده ان شاء الله هتكون موجوده بشكل اكبر في التدريبات النهارده وبكره قبل مواجهه نادي هليوبلس، ولكن لسه يعني لسه ما تحددتش هل ثريا هتشارك في مباراه يوم الجمعه مباراه هليوبلس ام لا، لان ده يعني ان شاء الله هيحدده المدير الفني الكابتن علي هاشم المدير الفني للفريق، هيحددوا يوم المباراة. وده طبعا هيكون بسبب انه هي يعني كانت غايبة لمدة طويلة عن تدريبات الجمعية مع الفريق بسبب اصابتها بفيروس كورونا. كمان رجال السلة النهاردة ان شاء الله هيوصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي الساعة 6 على صالة الامير عبدالله الفيصل بمقر النادي في اطار استعدادات الفريق لعودة المباريات مرة اخرى في بطولة الدوري السوبر للرجال، المباريات اللي هتعود في بداية شهر مارس المقبل، واول مباراة نادي الاهلي هتكون امام نادي الجزيرة يوم 2 مارس. وبعد يعني سلسله انتصارات الاخيره في بطوله الدوري تحت قياده الكابتن حمدي الصافي فتيات الطايره او سيدات الذهب هيتمرنوا النهارده الساعه 5:30 على صاله الشهداء بمقر النادي استعدادا لمواجهه نادي السيد يوم ايضا الجمعه على صاله نادي السيد في مدينه السادس من اكتوبر الساعه 6 في بطوله الدوري. ويعني ان شاء الله سيدات الطايره يحققوا الفوز على نادي السيد عشان يفضلوا يعني على قمة جدول الدوري وفي الصدارة، ده طبعا بعد ما حققوا الفوز على جميع الفرق في جميع المباريات الفترة الماضية في بطولة الدوري. كمان رجال الطايرة النهاردة ان شاء الله هيتمرنوا على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية هتكون الساعة 12 الظهر وفترة مسائية الساعة 10 بالليل، وده هيكون في اطار استعدادات الفريق لمواجهة نادي هليوبلس يوم الجمعة ايضا الساعة 6 على صالة امير عبدالله فيصل بمقر النادي. استكمالا لاخبار الفرق الرياضيه انا هوند، كمان رجال اليد النهارده ان شاء الله هيختموا جميع استعداداتهم لمواجهه نادي الزمالك غدا، يعني في مباراه مهمه ومباراه صعبه هتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في بطوله الدوري. المباراه ان شاء الله هتقام بكره في تمام الساعه 6 مساء على صاله استاد القاهره بدلا من صاله حسن مصطفى، وده طبعا يعني بعد ما تم تغييره امس انه الصاله تتنقل
من صالة حسن مصطفى لصالة استاد القاهرة الدولي. يعني ديانا هواند ويا كريم كانت أهم وأبرز الأخبار والأمور المتعلقة بجميع الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي. كل التوفيق، وطبعا بتمنى الفوز لجميع الفرق سواء كانت سلة طايرة يد أو حتى في الأول لكرة القدم في جميع مبارياته في كل البطولات. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. احنا بنشكرك جدا على التغطية دي، شكرا ليك يا سالة. ومن مقر نادي الأهلي بالجزيرة هنروح مع بعض على مقر موقع يلا كورة مع مراسلتنا وزميلتنا العزيزة روزان نصر اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع سواء المحلية أو العالمية، وكمان هيكون معها لقاء مع منى عمر الصحفية بموقع يلا كورة. روزان صباح الخير عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني قبل ما نقول أخبارنا النهاردة وأهميتها، يعني خلينا نقول لحضراتكم جدول مباريات النهاردة الأربع 17 فبراير في الدوري المصري الزمالك مع الإسماعيلي في الساعة انا سامعاكي يا نهواند، اتفضلي. انا بس عايزه اقول لك برافو ان انت الاجراءات الاحترازيه يعني وموضوع الكمامه ده انا وكريم معجبين جدا بيه، لان برافو عليكي. لا بجد تخيل نطلع احنا كمان على الهوا كده. يعني بنحاول ناخد بالنا طبعا يعني، وربنا يخلصنا من كورونا دي على خير. اتفضلي. في الدوري المصري الزمالك مع الاسماعيلي في الساعة 7:30 مساء، الانتاج الحربي وغزل المحلة في الساعة 5 مساء، سيراميكا كليوباترا مع الاتحاد السكندري كمان في الساعة 5 مساء، مقاولين العرب مع أسوان في الساعة 2:30 ظهرا، وفي كاس مصر يلتقي بيراميدز مع العبور في الساعة 2:30 ظهرا، وفي الدوري الانجليزي ايفرتون مع مانشستر سيتي في الساعة 10:15 مساء، بيرنلي مع فولهام في تمام الساعة 8 مساء، وفي دوري أبطال أوروبا يلتقي بورتو مع يوفنتوس في الساعة 10 مساء. نروح بقى لأخبارنا اليومية وهنبدأ بالعناوين من موقع اليوم السابع، الأهلي يغلق ملف مباراة المريخ ويبدأ في التفكير في مواجهة سيمبا. من موقع يلا كورة، صلاح يتوج بجائزة رجل مباراة لايبزيج وليفربول. من موقع في الجول، كومان يعلق كنا نعلم ما سيحدث ضد باريس سان جيرمان وعلينا أن نكون واقعيين. وأخيرا من جريدة الشروق، أزمة تكلفة مساحات كورونا تشتعل بين اتحاد الكرة والأندية. دخول بقى في كل تفاصيل أخبارنا النهاردة، معنا صحفية موقع يلا كورة يعني منى عمر عشان تكلمنا أكتر عن تفاصيل مباريات امبارح بالأخص. ازيك يا منى، بنرحب بيكي عبر قناة الأهلي. في البداية يعني عن غلق الأهلي ملف مباراة المريخ، خليني أعرف شفتي ماتش امبارح ازاي؟ صباح الخير عليكم وصباح الخير على جماهير النادي الأهلي. بداية ماتش امبارح ده كان يعتبر ماتش سهل ممتنع بسبب النقص العددي اللي كان في النادي الأهلي، سواء بسبب الغيابات زي علي معلول زي أيمن أشرف أو بسبب الإيقاف زي حسين الشحات. طبعا ثلاثة عناصر أساسية في تشكيل النادي الأهلي، بس الحمد لله البدائل اللي اعتمد عليها موسيماني أدت بشكل كويس. محمود وحيد قدر ان هو يعمل مباراة جيدة جدا في الناحية اليسرى، أجاي كمان ظهر بشكل كويس جدا بعد فترة غياب وعودته للمشاركة في دقائق قليلة في مباراة بالميراس. كل ده كان مشاكل بتواجه النادي الأهلي، زائد الإرهاق بتاع اللعيبة إنهم لسه راجعين من مونديال الأندية، عملوا ماتشات قوية جدا خصوصا قدام بايرن قدام بالميراس. فالحمد لله إنه الفريق قدر إن هو يكسب ويحقق 3 نقاط ويتصدر المجموعة. يعني صلاح فاز امبارح بجائزة أفضل يعني رجل في المباراة، خليني أعرف تعليقك عن أداء صلاح بشكل خاص ويعني المباراة عموما. هو أخيرا ليفربول قدر إن هو يصالح جماهيره نوعا ما، صلاح قدر إن هو يوفي بوعده إنه بعد ماتش ليستر سيتي والخسارة هو كتب تويت وقال إنه بيعد الجماهير إن هم هيقاتلوا كأبطال حتى النهاية، فهم قدروا فعلا إن هم يوفوا بوعدهم في مباراة لايبزيج. صلاح كمان أدى مباراة جيدة جدا كالعادة، يعني قدر إن هو يسجل هدف، أخذ رجل المباراة. مش بس كده،
صلاح عزز سجله القياسي مع ليفربول في تشامبيونز ليج ورفع رصيده من الأهداف ل 23 هدف. كمان صلاح بقى أصبح تاني أكتر لاعب بيسجل أهداف في الموسم بعد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ طبعا سجل 30 هدف. فالمكاسب كتير جدا من المباراة وأبرزها عودة الثقة للاعيبة ليفربول، ونتمنى إن شاء الله إن ده يظبط معاهم بقى في الدوري المحلي. طيب كمان من المباريات المهمة اللي تابعناها طبعا امبارح كانت مباراة شيقة جدا باريس سان جيرمان مع برشلونة، وكانت نتيجة يعني ساحقة. عايز أعرف تعليقك عن النتيجة، طبعا باريس سان جيرمان اكتسح، فعايز أعرف تعليقك وعن أداء اللاعب امبامبي. يعني هي نتيجة مذلة مش نتيجة ساحقة. ساحقة بالنسبة لباريس، مذلة بالنسبة لبرشلونة. الحقيقة قبل ما أعلق على مبابي عايز أعلق على تصريح كومان نفسه بعد المباراة. ناس كتير وصفته بأنه هو تصريح واقعي، أنا بالنسبة لي هو واقعي لدرجة الإحباط، يعني لأنه يعني أنا شايفة أنه هو بيحبط اللعيبة في مباراة العودة. هي صعبة جدا، هو خسران 4-1 على أرضه، فمحتاج أنه يكسب 4-0 برا أرضه. طبعا صعب في ظل التراجع البدني لعيبه برشلونه والاخطاء الدفاعيه اللي احنا شفناها امبارح، اخطاء دفاعيه كارثيه يعني، لكن ما ينفعش اوصل للاعيبتي اوصل للفريق بتاعي انه الموضوع صعب او ان الموضوع مستحيل، لان برشلونه عملها قبل كده في 2016 2017 قدام باريس برده كان خسران 4-0 بس بره ملعبه وقدر ان هو يكسب على ملعبه 6-1. فمفيش مستحيل في كره القدم. مفيش مشكله ان انا ابقى واقعي وابقى عارف ان انا عندي اخطاء وعندي عيوب بحتاج ان انا اعالجها، بس ما اوصلش الموضوع لدرجة الإحباط. بالنسبة لمبابي، هو سجل هاتريك امبارح. مبابي اول لاعب يسجل هاتريك في برشلونه في مراحل خروج المغلوب. يعني امبابي يعني قيمه كبيره جدا جدا جدا، هتبقى خساره كبيره جدا لباريس لو مشي من النادي اخر الموسم، زي ما كان بيشاع او كان بيقال ان هو مرتبط جدا ان هو يروح ريال مدريد. لاعب من طراز فريد، اعتقد ان السنين او يعني مش السنين يعني ممكن السنه الجايه او السنة اللي بعدها امبابي بقى هو اللي هيبدأ يسيطر على الكرة الذهبية والجولدن بوت والأرقام والجوائز اللي كان مسيطر عليها قبل كده ميسي وكريستيانو. بنشكرك شكرا جزيلا صحفية موقع يلا كورة منى عمر عن تفاصيلها للأخبار النهاردة. يعني دي كانت جولة في أهم الأخبار النهاردة من موقع يلا كورة. بنشكركم جدا وعودة للاستوديو مرة تانية. احنا اللي بنشكركم جزيل الشكر، الزميلات الجميلات سالة حامد وروزان نصر، شكرا جزيلا ليك. طيب دي كانت أخبار الأهلي والأخبار المختلفة في المواقع والصحف. خلينا بقى ننتقل للرياضة العالمية ونروح لخبر عن أسطولة هنا التزلج الأمريكية الجميلة ميكايلا شافرين اللي فازت بذهبية جولة التزلج المزدوج ده ضمن بطولة كارتينا العالمية في إيطاليا، وده بيعتبر سادس لقب ليها في البطولة العالمية. كانت شافرين فازت 5 ذهبيات في التزلج ده في بطولات العالم السابقة، هي من مواليد 95 وصاحبة الميدالية الذهبية الأولمبية الأمريكية ومتزلجة جبال الألب في كاس العالم. كانت أصغر بطلة سباق التعرق في تاريخ التزلج في جبال الألب الأولمبية وشاركت فيه لأول مرة. هنفضل برضو بحضراتكم في نفس الأجواء الباردة وهروح على التزلج على الجليد في روسيا ومنافسات طواف بيبنبرغ الشتوية، حيث تحدى المئات البرد والثلوج في خليج متجمد في روسيا. هذا الحدث شارك فيه حوالي 400 متسابق من الدراجين والعدائين وهواة التزلج في النسخة السادسة من الطواف اللي بيمتد ل 23 كيلومتر. طيب كفايه جليد كده، تعال بقى تعال نروح للتنس. ويمكن المباراه دي تحديدا اتكلمنا عنها انا وانت بالامس وقلنا قد ايه هي مباراه قويه، لان هي بتجمع ما بين سيرينا ويليامز ويعني سيمونا هيلب، يعني الاثنين اقوى من بعض في عالم التنس. نتكلم على يعني بنتين او لاعبتين في هذه الرياضه بجد، بتكلم عن مصنفة أولى ومصنفة تانية بفرق بينهم على فكرة 10 سنين. ولكن اللي حصل النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز يعني وصلت انطلاقتها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتأهلت في الدور قبل النهائي بعد ما تغلبت بقى على الرومانية سيمونا هيلب 6-3 6-3، ده ضمن منافسات دور الثمانية. وتقدمت سيرينا المصنفة العاشرة البطولة والفائزة بلقبها 7 مرات سابقة على هيلب المصنفة الثانية على العالم 10-2، ده من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهم. اجتاحت سيرينا زي ما انا قلت 39 سنة الى الساعة
ساعة واحدة و21 دقيقة عشان تحسم المباراة أمام منافستها الرومانية وتتأهل بقى للمربع الذهبي في البطولة اللي تسعى من خلالها ويليامز لمعادلة الرقم القياسي المتمثل هنا في إحراز اللقب الـ24 ليها في بطولات جراند سلام. نما إلى علمي. ايوه ان انت كان في حد كان تحدي ولا كان رهان ولا ايه اللي حصل؟ بس اقول لك على كنت بحكي لكريم الصبح ان على تويتر انا اكتف شويه عنك على تويتر يعني انا مش موجود اصلا انت مش موجود ده كان فيك اكاونت ولا السوشيال ميديا من على الوش بس المهم حصل اه فكان حد من المتابعين يعني كان بيسالني توقعاتك ايه على فكره كله موجود هو يعني هوريها لك توقعاتك ايه لماتش بكره اللي هو الماتش امبارح يعني فبيسالني توقعاتك ايه للماتش فقلت له هنكسب 3-0 فدلوقتي بعت لي بقى بيقول لي توقعاتك صحيحه يا استاذه الواحد والله الواحد لو بيتراهن ولا يعمل جوائز وتفوزي معانا مثلا كده انت فوزتي معانا طيب احنا ما تيجي نفكر الناس عندنا ايه بقى فقرات مره ثانيه طب فكرهم يا فندم انا مش شايف ان بتطلع منك حلوه الحاجات دي والله بكلمك بامانه والدكتور مش عارف ايه والحاجات دي بتطلع منك كتير قوي والله خشي علينا بالضيوف احنا معانا فقره كرويه حلو. او كرويه ومعانا فقره طبعا منورنا في الاستوديو وزي ما احنا بنتكلم احنا بنهتم بالرياضه المختلفه والرياضيين المختلفين والفئات المختلفه كمان وزي ما كنا بنقول هم يمكن زمان كان بيطلق عليهم يعني الفئات مش هقول المهمشه ولكن القله ولكن الان وبنتكلم في سنوات كمان ماضيه ابتدينا نقول ونغير ثقافتنا نقول دول عنصر أساسي في المجتمع ومش بس كده هم أبطال وعلى أرض الواقع بيحققوا لنا فعلا بطولات فاحنا هنتكلم عن رياضات قصار القامة في الفقرة الأولى هتكون معانا ونتكلم كمان عن ألعاب القوة فاصل ونرجع نكمل والله الحمد لله ده كان حلم عمرنا لما الدستور بتاع سنة 2014 اتعمل وأدرك الأقزام من ضمن ذوي الإعاقة ومن ساعتها اتحقق الحلم ان احنا نقدر ننشئ فريق لكرة القدم اللي احنا كنا بنحلم بيه من زمان احنا طموحنا ان يبقى فيه فرقة مش فرقة منتخب مصر لقصار القامة يمثل مصر في طوكيو في كأس العالم طموحنا ان انا اعمل فرقه للاولاد دول ان هم يثبتوا وجودهم وكفاءاتهم في المجتمع يقولوا ان احنا مش اقل من اي حد احنا عندنا لعيبه وعندنا مهارات انت مش هتيجي تتفرج عليا عشان تضحك عليا لا انت هتبقى تنبهر بمستوايا وبادائي في الملعب طبعا ان شاء الله احنا بنجهز الطموح اللي جاي ان شاء الله ان البطوله اللي هي تبقى في دمياط بطوله وديه ما بيننا وبين فريق دمياط واسكندريه وبعد كده ان شاء الله في يا رب يا مسهل الفريق ابتدى بطوله طوكيو باذن الله وبعدها تبقى في كاس العالم دي البطولات اللي ان شاء الله اللي هتواجهنا قريب باذن الله انا حققت العاب قوه اولى جله اول جمهوريه وقرص تاني اول جمهوريه برضو وريشه طايره حققت تالت جمهوريه برضو انا كل الكلام دي ما بتلعبش غير يومين في الشهر اما الريشه انا وليها مستقبل فيها باذن الله ربنا يحقق واجيب الاول ريشه طايره واجيب واحاول اسافر واخش المنتخب ان شاء الله احنا جاهزين للبطوله ديات باذن الله واحنا برده كان عندنا بطوله من كام شهر كده برده مع منتخب اسكندريه ومنتخب دمياط برده الحمد لله حققناها وخدناها في ارض اسكندريه والبطوله الجايه ان شاء الله في ملعب دمياط واحنا عندنا استعداد كابتن كل اسبوعين او اسبوع ساعات تمرين برده بنتمرن وعندنا استعداد جامد للبطوله باذن الله ومستعدين ليها والله هو بالنسبه للدعم الدعم ضعيف جدا 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 يعني يعتبر ما فيش دعم هو الدعم كله بجهودنا الذاتيه بعد اتكلم مع الناس يا جماعه تعالوا نعمل تمرينه وبتاع طبعا بلاقي مش حاله من اللامبالاه مش عارفين بكره في ايه مش شايلين الدعم المظبوط ليهم فبحاول على قد ما اقدر اقعد اتكلم معاهم ساعات بيجي لي احباط بس الاقي ربنا عز وجل كده ادالي اشاره اكمل واقعد اكلمهم يا جماعه احنا ممكن نعمل اروح للكابتن ابراهيم احنا ممكن نعمل كذا 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 حتى لو كل واحد يعني اللي هيقدر يساهم بس على الاقل ايه ما نوقعش الحلم زي دايما ما بحب اقول الاعاقه يعني هي فقدان الامل فكرة هنا لما نتكلم عن الإعاقة الحقيقية هي فقدان الأمل لكن غير كده مفيش حاجة اسمها إعاقة لما نيجي نتكلم هنا عن
قصار القامة زي ما أنا وكريم كنا بنقول في الانترو، كانت فئة ربما مش لاقية الاهتمام المرجو في الماضي، ولكن في السنوات الأخيرة لما بقى هناك اهتمام من القيادة السياسية أصبحت الثقافة مختلفة، أصبح دلوقتي في وعي، أصبح هناك كمان في إدراك إن دول يعني فئة بتبني معانا المجتمع، مش فئة يعني مش عايز أقول حاجة تانية مهمشة أو غيره. خلينا كده على كل حال نعدي بقى الجزئية دي، إن احنا بنتكلم في الحالي وبنتكلم في اللي جاي، ونتكلم في الفقرة دي مع بطل من أبطال قصار القامة اللي هم تحديدا كرة القدم زي ما شفنا في التقرير. وإحنا كان معانا على فكرة من شهرين برضو تقريبا أنا وكريم استضفنا بعض منهم وكان عندهم ماتش. خلينا نعرف تفاصيل أكتر، بس نرحب بكابتن إبراهيم مراد المدير الفني لمنتخب القاهرة لقصار القامة. صباح الخير. وكابتن ياسين سيد لاعب كرة القدم القصار القامة. صباح الفل. صباح النور. ازيك؟ الحمد لله. أنا هبدأ بياسين بقى. طبعا ياسين، أولا إحنا مبسوطين إنك معانا في قناة الأهلي وعشرة صدق في الأهلي، وخليني يعني خلي الناس تعرف عنك اكتر، قول لهم انت يعني اسمك ايه، بتدرس، عندك كام سنه، ابتديت امتى تلعب كوره؟ الحمد لله بدأت حياتي عندي 11 سنه، اسمي ياسين. عندك 11 سنه ابتديت حياتك. ياسين سيد اللي عرفني على الفريق كابتن احمد وحيد وكابتن ابراهيم بتواصل معايا وتواصل مع والدتي وكلمني وخلاص واتفقنا على التمرينات معاك يا حبيبي وسنه سته وكده بس. يعني انت في المدرسه وعندك 11 سنه يا ياسين وبقالك شهرين تقريبا في الكوره كده؟ ازاي قدرت برضو يا كابتن ان انت تجيب يعني نماذج موجوده او موهوبه؟ هو بص حضرتك الموضوع كان صعب طبعا في الاول، يعني بدايه الفريق في تكوينه ما كانش في مواهب كتيره، ما كانش عندهم الامكانيات. نرجع لحضرتك كابتن ابراهيم، يعني ازاي حضرتك في البدايه برضو بتشوف نماذج معينه بتقول ده ممكن يعني يكون بطل في كره القدم او في اي رياضه ما؟ يعني بص حضرتك احنا يعني ما فيش مقياس للاعيب عندنا، يعني مش مجرد ان انت لازم تكون حريف قوي تعرف تلعب كوره، لا، هو الغرض من الفكره كلها ان الناس دي نشجعها على ممارسه الرياضه على اساسنا خلاص المجتمع، فمش انا لازم اجيب واحد حريف قوي او مهاري جدا، ده عادي ممكن يلعب حابب الكوره مجرد ان هو حابب الكوره، وفي الاخر بتظهر نماذج كويسه وبتظهر مواهب كويسه جدا. الحمد لله عندنا لعيبه كويسه جدا، يعني احنا لسه تقريبا الاسبوع اللي فات كنا بنلعب اكاديميه في مركز شباب الحبانيه، الحمد لله ناس تحت 14 سنه قدرنا نعمل معاهم مباراه كويسه جدا، نالوا اعجاب الناس كلها، فحته المهاره مش لازم مش اساسي. دي نقطه على فكره مهمه جدا، لما حضرتك دلوقتي بتتكلم ان انا كل الغرض او يعني الغرض الاساسي اللي بركز عليه هو ان انا اخلي يعني فئه معينه من الناس ان هي تحس ان هي بتعمل حاجه في المجتمع علشان ظروف مختلفه، يعني
عندها، فدي نقطه كويسه جدا. وبيفرق ازاي في النفسيه برضو؟ يعني اكيد قبل وبعد حاجه مختلفه. طبعا طبعا. وحضرتك ده انا يعني معظم اللعيبه كلها بالنسبه لاول مره في اول تمرينه بيبقى واقف مكسوف، واقف كل تركيزه مع الناس اللي بره بتبص له ازاي، بتشوفه ازاي. مع التمرين ومع اللعب ومع يعني بنشجعه وبنكلمه، خلاص اللي بقى بص بقى اكن عادي جدا بيلعبوا وسط الناس، ما فيش مشاكل، بل بالعكس الناس بتشجعهم جدا وفرحانين بيهم جدا جدا يعني. طب ياسين قول لي انت يعني لما ابتديت دلوقتي كابتن ابراهيم جالك وقال لك انا عايز اخذك معايا الفريق، انت قلت لاهلك ايه؟ مين شجعك؟ يعني خلينا نعرف، خلي الناس تسمع. اللي شجعني والدي ووالدتي والعيله كلها شجعتني، قالت لي دي اللعبه اللي انت بتحبها وما لقيتش فريق زي حالتك، فده العب. انت كنت ياسين بتحاول وانت صغير مثلا تلعب مع قرايبك مع صحابك يعني؟ بلعب مع صحابي وقرايبي وكل حاجه يعني حتى في المدرسه بلعب. طيب حلو، يعني انت كده كده حياتك عاديه، الناس في المدرسه ليك صحاب، محدش بيبص لك بصه مختلفه، يعني مفيش الكلام ده صح كده؟ كويس. الثقافه زي ما كنت بقول لحضرتك ابتدت تختلف بشكل كبير يا كابتن ابراهيم. لا حضرتك بص، الاعلام والسوشيال ميديا بصراحه يعني حطوا فئه الاقزام قدام الناس، بقى الناس اتعودت عليهم خلاص، ما بقاش زي الاول. زائد الفكره ان انا الاول كنت عارف ان الاقزام دول بيمثلوا في مسرحيات في مسلسلات مجرد حاجه للفكاهه. لا، ده احنا عندنا نماذج موهوبه جدا في الرياضه، في التعليم عندنا يعني كابتن الفريق احمد وحيد ده بكالوريوس تجاره وشغال في بنك وراجل محاسب وغيره 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 كتير قوي. فالحمد لله حتة الأقزام إن هم تتفرج عليهم في مسلسلات ومسرحيات انتهت خلاص. أنا بتفق مع حضرتك جدا، لأن دي ثقافة أعتقد أكيد. يعني 90% من الناس اللي لم يكن أكتر ما كانوش حابين قوي النقطة دي. بس هرجع وأقول تاني، طبعا دول منظمات المجتمع المدني أو يعني المجلس القومي وتافر، بس أنا هرجع أقول الأصل القيادة السياسية. القيادة السياسية عندنا الفترة اللي فاتت كانت بتهتم بكل شيء بصراحة، اهتمت بالرياضة، اهتمت بقصار القامة، بذوي الإعاقة، اهتمت بناس كتيرة وفئات كتيرة جدا. ومن هنا ابتدت بقى إن أنت أصل الثقافة بيتغير، فابتدى ده يطبق على أرض الواقع وشفناه فعلا. زمان يمكن برضو كان في بعض التنمر عليه، فانا كتير انا انا فاهم حضرتك بتقول ليه جدا. يمكن حتى احنا سمعنا منهم ده زمان، حتى النظرات كانت مش حلوه زمان. هي دلوقتي قلت، هي في بس قليله جدا يعني نادرا جدا لما بيحصل موضوع التنمر. لا طيب. حتى احنا صوتنا وصل للمسؤولين، احنا يعني من كام يوم احنا كنا بنتمرن في مركز شباب الجزيره، كنا بنتجمع في مركز شباب الجزيره، مركز شباب الجزيره طلع قرار ان احنا ممنوع ان احنا ندخل، فظهرت في قناة إعلامية وتواصلنا ووصلونا لمسؤول في وزارة الشباب والرياضة. بصراحة الراجل تواصل معانا وجاب لنا الموافقة على طول ان احنا نرجع نخش مركز شباب الجزيرة نتجمع فيه تاني. كويس جدا. طيب خلينا بقى نتكلم عن الفريق. اولا احنا عندنا يعني كم لاعب في الفريق موجودين، وفي نفس الوقت هل في مباريات بقى بتتعمل، مباريات مش بس محلية، ممكن نعمل حاجات مثلا ودية في الخارج؟ تمام. هو بص حضرتك، اعضاء الفريق احنا حوالي 20 لاعب. ال 20 لعيب دول بيجوا مثلا في 3 من اسيوط، في 2 من المنيا، بيجوا من محافظات من اماكن بعيده. حل. يعني بيسيب شغله وبيسيب اللي بيسيب دراسته بيجي عشان خاطر يتمرن تمرينه مع زمايله مع ناس زيهم. يعني طبعا عكس كل واحد، يعني ياسين بيلعب مع اصحابه في المدرسه مش عارف، بيبقى ممكن يبقى في فرق الجسم ما بياخدش راحته. لا، هو بقى بيلعب مع ناس زيهم فبيقدر يبقى في مساحه ان يقدر يطلع كل اللي عنده. اللعيبه بتيجي طبعا، احنا بنتمرن كل اسبوعين تقريبا، بنتمرن كنا بنتمرن في مركز شباب الجزيره، مره اتمرنا في مركز شباب القلعه، بنتنقل في جميع الاماكن وبنلعب اكاديميات ناشئين على اساس يبقى احتكاك كويس ليهم بالنسبه لهم. كان في بطوله في منتخب اسكندريه برضك لكسار القامه، في منتخب دمياط عملنا بطوله في اسكندريه والحمد لله فريق القاهره حصل على المركز الاول وكانت بطوله جميله جدا. بالنسبه بقى دي البطولات المحليه، وان شاء الله هتتكرر الموضوع ده هنا في القاهره وهيتكرر تاني في دمياط بين الثلاث فرق، وان شاء الله هيبقى في بعد كده اولمبياد طوكيو. احنا عايزين نمثل منتخب مصر من الثلاث فرق دول، يتنقى منهم العناصر المميزه. في اولمبياد طوكيو في كاس العالم، دي البطولات اللي هي خارجيه. ولعبنا قبل كده يمكن مع تونس او حاجه مع المغرب. انا عايز بس اوضح نقطه في الحته ديت،
ان احنا يعني فكره تكوين فريق كره القدم كان ليا الشرف ان انا اكون صاحب الفكره مع كابتن الفريق احمد وحيد مع المدير الاعلامي بتاع الفريق اشرف ابراهيم، كنا بنتجمع معاهم في القهوه، فكنا اصحاب الفكره تكوين فريق لكره القدم، ودي كانت اول يعني فريق في الوطن العربي الشرق الاوسط. فريق المغرب الشقيق بدا بعدينا، بس هو قدر يوصل وقدر يكون فرقه وقابلوا الناس المسؤولين هناك وقدروا فعلا يعني ايه يعملوا فرقه. فاحنا كان لينا الشرف برضك، الفرقه الاولانيه اللي انا كنت فيها راحوا لعبوا المغرب وقدموا مباراه جميله جدا وكان لقاء حلو بصراحه. ياسين انا عايزه اسالك بقى واسمع منك، انت سمعتني وانا بسال كابتن ابراهيم ازاي فكره الرياضه بتفرق قبل وبعد يعني في النفسيه كمان، انت جربت قبل وبعد بقالك شهرين، حاسس ايه اللي اختلف فيك؟ ايه اللي خلاك يعني ايه شايف النقطه الايجابيه او اللي فرق معاك لما ابتديت تلعب يعني كره قدم مع زملاء ليك في الفريق؟ حاسس يعني اني بلعب يعني بلعب فتولي كتولي واسماء وكتولي وقدك ومرتاح عشان بقى لما حد مثلا من الطوال يجي يواجهني طبعا هبقى مش عارف اطوله فهيقعد يقابلني بقى وكده غصب عنه هو بيلعب طبعا زمايله قدوا يعني كسر القمه بقى عارفين فانا هبقى شايفهم هيعملوا ايه فهو بقى مثلا لو واحد طويل هلعب معاه ازاي. على فكره يوسف امكانياته عاليه جدا في الكوره جدا يعني فكره في الكوره عالي جدا، فان شاء الله في المستقبل يعني انا يعني بـ 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 يعني بتمنى وان هو يستمر لانه هيبقى كابتن الفريق. انت قلت يوسف هو عفوا ياسين قلت انا اللي اتلخبطت في الاسم يوسف عشان في لعيب او 8 سنين اصغر فريقين في الفريق فانا دايما بتلخبط ياسين يوسف والاسامي متشابهه. طب ياسين انت يومك بيمشي ازاي؟ يعني انت دلوقتي في دراسة أو في مذاكرة حتى لو في البيت وفي نفس الوقت عندك تمرين، يعني مين بياخدك التمرين؟ خلي الناس برضو تعرف. أنا ببدأ إزاي؟ أنا بقوم اللي بيكون التمرين والدتي والدتي أو ولدي يعني ساعات حسب الظروف. لو ماما مع الظروف بابا يوديني. كويس. لو العكس ماما. كم يوم بقى بتروح؟ هي كل مرة في اسبوعين يعني الجمعه دي لا الجمعه كده. اوكي يعني جمعه وجمعه يعني جمعه حل. وجمعه وهو والده ووالدته بصراحه اللي بيجيبوا التمرين. يعني احنا في تمرينه كنا في شهر 12 تقريبا كان الدنيا بتمطر يعني كان شيء جميل قوي، والدته واقفه ومستنياه وسعيده مش زعلانه ولا متضايقه. والده بيسيب الشغل ويجي يوديه يعني دي قمه السعاده بصراحه. بص هو البطل الاساسي هو الاهل يعني بصراحه مفيهاش كلام بصراحه. والد ياسين والدته والده يوسف برضك بيجوا بصراحه يعني بيعانوا. انا عندي اخر سؤال اتفضل عشان الوقت للاسف بيجري صح. بس ايه اللي يخلي برضو شخص ما عندوش ظروف بيمر بيها، ما عندوش حد في عيلته عنده الظروف دي، ان هو يهتم يعني بناس زي ما احنا كنا بنقول ابطال عندنا في المجتمع؟ ايه اللي خلى حضرتك تفكر في ده؟ والله هي النصيب ان انا قابلتهم في القهوه يعني صدفه كده اتعرفت عليهم حبيتهم. زائد انا كنت شفت الكابتن حنان فؤاد الكلام ده سنه 92 شفتها في مجله اسمها مجله الشباب فكانت انبهرت بيها جدا، بتلعب العاب قوه بتلعب رفع اثقال موظفه في مصرية اتصالات، شدتني جدا وجذبتني تعرفت عليها ومن هنا تعرفت بيهم. كنت بقعد معاهم في القهوه كده بتجمع قعدتهم جميله جدا، بلاقي يعني كل واحد بيقول مشكلته يعني بحس ان في مشاكل كبيره اكتر من ان انا بدور على شغل وبدور على حاجه. لا الناس دي عندها مشاكل تانية مختلفه بس بتبتسم بس متفائله بس طبعا يعني طبعا طبعا متفائله وعارف اي حد بيديهم بصيص من الامل بيمشي وراه صح يعني هم وده دورنا كلنا اكيد يعني ونتمنى ذلك ده دورنا احنا كمجتمع اصلا بالزبط. على كل حال انا بجد ربنا يوفقك ربنا يخليك وتعمل عمل محترم جدا ربنا شكرا ليك كابتن ابراهيم شكرا شكرا يا فندم شكرا ياسين عايز تقول حاجه للجمهور الاهلي بيتفرج عليك دلوقتي هختم بيها؟ لا لا قول لهم حاجه ما ينفعش لا وريهم انت بتعمل زي ما عارف انت بيتفرج عليك كام مليون كتير قوي فقول لهم حاجه هم دلوقتي سامعينك. عاوز اقول باذن الله هناخد افريقيا السنه دي العشره ان شاء الله باذن الله. بتعمل ازاي يا ياسين؟ ايوه بتعمل ايه ليك حركه معينه؟ ايوه الحركه بعد الجون اللي بيجيب فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.
يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، مستمرين معاكم ومع ابطالنا من قصار القامه. وكلمه ابطالنا على فكره لا هي مبالغه ولا هي مجامله، هم فعلا ابطال بالمعنى الحرفي للكلمه، سواء على الصعيد الشخصي والانساني او كمان على الصعيد الرياضي. هيكون معانا في الفقره دي ومنورنا ابطال في العاب القوه معانا حسناء ابراهيم لاعبه رمي الرمح ومحمد عبد العال لاعب وثب طويل. صباح الفل عليكم ومنورين الدنيا. اهلا وسهلا. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. نبتدي بقى مع حسناء الاول بعد اذنك يا محمود. حسناء، يعني فكره ان انت تتجهي لرياضه زي رمي الرمح يمكن مش من الرياضات اللي بتيجي في اذهان ناس كتير لما بيحبوا يلعبوا اي رياضه بشكل احترافي، ليه اخترتي رمي الرمح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخترت الرمح، انا كنت الاول بتمرن رفع اثقال فسبتها، فقلت بدل ما اقعد وكده اتجه لحاجه ثانيه. مبدئيا سبتيها؟ سبتها يعني اتمرنت شويه وكده، حسيت ان انا اتخطبت يعني فتره وكده فسبتها. قلت بقى ولا هو اللي خطيبك اللي خاف على نفسه؟ لا لا، محمد اللي خاف على نفسه. تقدر تستنتج الموضوع. المهم واتجهتي للرمي. اتجهت بقى للجله والرمح. اوكي. بس جبت اول في اول بطوله وتاني في الجله والرمح تاني بطوله. البطولات دي يعني محليه؟ بطولات في مصر محليه يعني. ان شاء الله. انت عموما بتلعبي رمي رمح في اي نادي؟ في نادي طنطا السلام طنطا. اوكي. مقيمه في طنطا على طول؟ لا انا من المنوفيه بس بسافر عشان اتمرن عشان ما عندناش مدرب في المكان بتاعي. بتسافري كم مره بقى في الاسبوع؟ اربع خمس مرات. والجيم بتاعي برضو في طنطا، بنزل الجيم بتاعي برضو في طنطا. معقوله؟ والله. ما هو دي عندي مشكله جدا يعني. اكيد. كل ما اتكلم ونقول يقولوا ما فيش، مش عارفه ايه كده، اعملوا فريق عشان نجيب لكم مدرب وكده يعني. لا يعني انا ما عنديش ذره شك ان في حال لو حد من وزاره الشباب والرياضه الناس المحترمين اللي هناك يسمع كلمتين هو دول. هو المكان موجود كل حاجه. بس هو المشكله المدرب يعني. ما فيش مدرب. لا ان شاء الله تكون محلوله عن قريب باذن الله. ما تضطريش تسافري المشوار ده كله. طبعا. وبنزل الجيم بقى كابتن احمد الهواري. هو اللي بيمرني وكابتن رامي. الحمد لله هم معايا كويسين جدا وبعمل حاجه كويسه ان شاء الله. وبلعب سجلت برده تنس طاوله ان شاء الله. بس لسه ما فيش بطوله جت يعني. طب في رمي الرمح انت يعني في كام لاعيبه غيرك؟ لا كتير. والله كتير جدا. اوكي. كتير جدا يعني مننا يعني. حلو جميل. طيب نروح بقى لفرع تاني من فروع العاب القوه والوثب الطويل، صح كده؟ ده تخصصك يا محمد. وبرده اخترت الوثب الطويل بناء على ايه؟ والله انا جربت قبل كده رمي الجله وجربت الرمح برده بس ما نجحتش يعني. لان انا برضه اول مره اشارك بطوله رسميه بجد يعني، هي بطوله الجمهوريه دي. فقلت اجرب الوثب الطويل لان دي اول مره العبها بصراحه. فالحمد لله يعني جت معايا وحققت الذهبيه. فعشان كده انا يعني ان شاء الله ناوي ان انا اكمل فيها واتمرن عليها جامد يعني ان شاء الله، واحقق مراكز حلوه باذن الله ان شاء الله. وبرضه بتتمرن او بتلعب في اي نادي يا محمد؟ انا دلوقتي بلعب باسم نادي فرسان الاراده باوسيم الجيزه. اوكي. بس ما تهيأليش بقى ان انت عندك نفس المشكله اللي عند حسناء. لا. يعني الدنيا لا. في الملموم بالنسبه لك يعني. لا هو مشكلتي انا بس في المواصلات بس. لان انا من اسيوط فاهم، ف اجدع ناس. صعوبه ربنا يخليك يا رب. فصعوبه بس في المواصلات ان انا مسافه يعني كبيره وكده وماليش سكن هنا. بحضر التمرين واروح على طول يعني. على فكره كويس ان احنا نعرف برضو المشاكل اللي بتواجهكم ايه عشان عشان الاشخاص المعنيين، وهم الحقيقه كلهم ناس محترمين ومهتمين جدا يعني بان الشعب كله الحقيقه يمارس الرياضه، ولا سيما طبعا اكيد يعني فئه قصار القامه. طلباتك ايه؟ مشاكلك ايه؟ غير التفصيله اللي احنا اتكلمنا فيها، شايفه ان الرياضه دي عشان تاخد حقها بالنسبه لقصار القامه تطلبي ايه من الوزاره، وزاره الشباب والرياضه مثلا؟ نفسنا يتعمل لنا اتحاد عشان نتشهر ونبان في وسط المجتمع ويكون لنا اتحاد. اهم حاجه لازم. انتوا دلوقتي مش بتلعبوا تحت مظله اتحاد حتى العاب القوه ولا مش تابعين ليه؟ لا بنتابع برضو العاب القوه، ما فيش اتحاد. كلنا يعني عايزين لازم يتعمل لنا اتحاد. اوكي. وانت يا محمد ايه برضه شايف ان ايه تاني مشاكل؟ انا شايف ان اتمنى بس اللي هو احنا في الاتحاد الاقزام شغال دلوقتي، شغالين فيه والكلام ده، بس مستنيين بس ان هو يتشهر وكده. الاتحاد بقى لو اتشهر باذن الله رب العالمين يعني خلاص هيوفر لنا كل حاجه.
انتقالاتي بقى يسهلوا لي كل حاجه، يعملوا لي سكن، مش ما اضطرش ان انا اسافر وارجع تاني في نفس الوقت، لا طبعا اقيم هنا في القاهره طبعا، ويهتموا بيا ويوفروا لنا البطولات بتاعتنا اللي هو تلعب انت بينك حافز بقى ان انت تتحقق حاجات وتشرف مصر يعني بره مصر وجوه مصر. هو ان جيت للحق ابو حميد واحقاقا للحق، يعني انا هقول لك وجهه نظر ورؤيه شخصيه وبيتهيألي في كتير من الناس ممكن يتفقوا معايا فيها، انتوا مش مستنيين حافز لان انتوا من غير حاجه بسم الله ما شاء الله اراده تحسدوا عليها، هل انتوا مدركين الحكايه دي بالمناسبه حسناء؟ انت واخده بالك ان انت بطله فعلا؟ ونفس السؤال هساله بعد كده محمد، انت مدرك الى اي درجه انت بطل وبتتحدى حاجات ملايين غيرك ما يقدروش على فكره يعني يتفوقوا فيها زي ما انت تفوقت، او ما يقدروش ينتصروا عليها زي ما انت انتصرت انت وحسناء؟ مدركه ده حسناء واخده بالك؟ طبعا ده وفرق شاسع جدا اما لعبت رياضه كمان، يعني حسيت بفرق جامد جدا. ايه اللي استجد عليك؟ الاول بقى ما كنتش بخرج، كنت قاعده في العريش طبعا، فجينا قعدنا في المنوفيه وكده، فما كنتش بخرج خالص، فما جيت المجتمع هنا حسيت بقى نظرات الناس وبيبصوا لنا وكده، فما دخلت مجال الرياضه بقى كله رايح وجاي يقول كابتن حسناء كابتن حسناء، فهو ده اداني تقوى اكتر، فاهم ازاي؟ حتى في يعني ما كنتش بشتغل دلوقتي بشتغل، ادتني برضو حاجه عظيمه جدا يعني. حلو قوي اللي انت بتقوليه. والمشكله بس اللي هي بس بتاع النادي، ان انا بروح وبسافر وبرجع تاني على الشغل على طول، يعني حاجه يعني انت بسم الله ما شاء الله عامله البطولات دي كلها وانت عشان تروحي الجيم بس وتتمرني ناهيكي عن البطولات، يعني بتضطري تسافري 3-4 مرات في الاسبوع. امال لو انت ما عندكيش المشكله دي كنت هتعملي ايه؟ يعني كان زمان البطولات اكتر من كده بكتير طبعا. بالمناسبه اصعب بطوله شاركتي فيها او اغلى ميداليه حققتيها او اغلى انتصار بالنسبه لك كان ايه؟ بتاعت السنه اللي فاتت جبت فيها ذهب الحمد لله. وكانت صعبه ليه؟ المنافسين كانوا اقوياء. يعني الحمد لله كنت بقى اول مره ادخل كانت صعبه بالنسبه لي، بس الحمد لله ربنا وقف معايا والناس وقفت معايا واهلي وقفوا معايا، فهو ده اللي اداني تشجيع اكتر. جميل. الحمد لله. وانت ابو حميد ايه اللي استجد عليك برضو بعد ما ابتديت تلعب رياضه بقى بشكل احترافي؟ لا انا لما اتجهت للرياضه يعني حسيت ان انا عندي كتير يعني فاهم، بالنسبه طبعا ان انا الاول كنت قافل على نفسي في البيت ما كنتش بطلع بخرج بعيد عن المحافظه بتاعتي، بس الحمد لله يعني قابلت يعني في الجامعه بتاعتي رئيس رعايه الشباب، ده خاص ببطولات زوجات خاصه والكلام ده كله، واتجهت معاه بصراحه الله يبارك له، يعني هو اللي عمل مني كده تمام، هو اللي قال لي لا عيش حياتك انت عندك كتير، انت ممكن توصل حاجه كبيره ما تقفلش على نفسك، فالحمد لله رب العالمين خدت بكلامه يعني، فالحمد لله لقيت ان انا عندي كتير واتجهت للرياضه بجد، بس انا برضه المشكله عندي في الدراسه دلوقتي لان انا ما شاركتش في الرياضه كتير بالنسبه للدراسه بتاعتي. انت دراستك ايه بتدرس؟ انا بدرس في الفرقه الرابعه كليه اصول الدين جامعه الازهر اسيوط. جميل جميل. فطبعا الدراسه بتاعتي بس اللي هي تعبانه شويه منشغل بيها، اما باذن الله يعني لما اخلص الدراسه خلاص هتجه للرياضه بقى ان شاء الله واعمل حاجات اكتر من كده باذن الله. انا خدت بالي ان يعني في كلمه اتكررت سواء منك او من حسناء، واحنا شخصيا انا ونهاوند سمعناها قبل كده لما اتشرفنا بوجود مجموعه برضو من ابطالنا في قصار القامه، فكره ان انا في الاول كنت منطوي وقافل على نفسي وما بخرجش. بالمناسبه برضو هل انتوا واخدين بالكم او مدركين ان النظرات اللي انتوا كنتوا بتهربوا عشانها او بتهربوا منها اصحاب النظرات دي هم اللي عندهم مشاكل وهم اللي عندهم اعاقه مش العكس؟ هل انتوا واخدين بالكم من الحكايه دي ان اللي يبص لك بصه فيها اندهاش اضعف الايمان المشكله عنده هو على فكره مش عندك انت؟ اكيد طبعا. مدرك ده انت يا محمد؟ اكيد طبعا اكيد مدرك ده، لان انا شايف ان هو ده ما يعملش كده غير اللي مريض عقلي مش كده برضه؟ بس طبعا، لان هو لو بص لها للصح هيعرف ان احنا ممكن نكون احسن منه، انت فاهمني؟ طبعا انا فاهم جدا وحاسس جدا ومقتنع عشان كده احنا بس بصراحه يعني احنا كنا بنحط الكلام ده في دماغنا احنا صغيرين فاهمني، فكان الخوف بقى نظره الناس لينا ما كانتش كويسه برضه، لكن اتجاهك للرياضه الناس دلوقتي يا كابتن يا كابتن لقبيني دلوقتي في نسر الصعيد. الله الله لقبيني نسر الصعيد والكلام ده، فالحمد لله النظره اختلفت شويه، ولسه كمان وكمان يعني طموحاتك برضه وارقامك اللي هتحققها تعلم يا اخي. الصعيد دي منطقه عجيبه جدا من مصر طول عمرها من قديم الازل مصنع للابطال اكيد طبعا، وكل رجاله الصعيد وستاتها بالمناسبه يعني
مش هزار، مفيش حاجة بتقف قصادهم، يعني لما بيحطوا حاجة في دماغهم اللهم صل على النبي. أكيد. حاجة في الجينات ولا إيه الموضوع ده؟ لا هما بس إحنا بناخد الأمور بجد يعني. أوكي. يعني طموحاتنا كبيرة يعني ما بنهزرش. طب أنت طموحك واصل لفين يا أبو حميد؟ بتحلم بإيه؟ بتفكر في إيه؟ نفسك تشوف نفسك في وضع عامل إزاي؟ بص أنا هوايتي كرة القدم. أنا دلوقتي بلعب في منتخب القاهرة لكرة القدم قصر القاهرة. الله، إلى جانب الوثب الطويل. طبعا ما شاء الله طبعا عليك. دي الحاجة الأولى يعني. أوكي. الوثب الطويل دي لعب القوة يعني رقم 2. أوكي. فأنا إن شاء الله يعني نفسي، أنا طول عمري بحب كرة القدم يعني. ومستواي حلو فيها الحمد لله رب العالمين، فمستني ربنا يكرمني يعني إن شاء الله بنجمة وبحاجة حلوة أمثل بلدي وأشرف أهلي. اما على مستوى لعب القوه بقى نفسي باذن الله رب العالمين هتحول من بطل جمهوريه لبطل عالم باذن الله رب العالمين. طب بتشتغل على ده ولا قاعد بتحلم وخلاص؟ والله بص انا لسه اول بطوله شارك فيها رسميه. اول ميداليه احققها ذهبيه دي. ما شاء الله، يعني انت اول مشاركه رسميه ليك. اول مشاركه رسميه بطوله جمهوريه الحمد لله. انا لعبت لعبتين، لعبت دفع الجله بس يعني حققت مركز رابع. اوكي. اما لعبت الوثب الطويل الحمد لله يعني جت معايا وحققت اول الحمد لله ذهبي. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. انا بشكركم شكرا جزيلا ان انتم شرفتونا ونورتونا وبحييكم والله وحقيقي يعني انتم نموذج، مش كلام بيتقال مجاملات على فكره، والله ربنا يعلم الكلام طالع من القلب فعلا. انتم ابطال بالمعنى الحرفي للكلمه، وكل تمنياتنا ليكم بكل النجاح وكل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك، نورتونا. استاذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع ثم عوده لاستكمال فقرات 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. مرحبا بحضراتكم. زي ما اتكلمنا في الانترو انا وكريم، الفقره الاخيره مخصصه لكره القدم، والحديث اكيد مطول، وكمان عايزين نتكلم عن ماتش امبارح. هي نرحب بس ب ضياء عبد الصمد نجم الاهلي السابق اللي منورنا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل. صباح الفل، منور الدنيا يا كابتن ضياء، سعداء بوجودك معانا. ربنا يخليك، انا سعيد. وعايزين نحسن استغلال وجود بقى كادر مهم في النادي الاهلي، واكيد رؤيتك وانت بتتفرج على اي ماتش للنادي الاهلي مختلفه عن رؤيه المشاهد العادي او المشجع العادي. كيف رايت مباراه الامس بين الاهلي والمريخ السوداني؟ بدايه كلام كده وهندخل بقى في تفاصيل تانية كتير. مباراه امبارح انا كنت قلقان من حته، المريخ عامل حساب للنادي الاهلي طبعا، متوج بالمركز الثالث كاس العالم للانديه طبعا، الاهلي منتشي برضو. احنا كلاعيبه مصريين للاسف احنا بنتجاهل حته الطب النفسي الرياضي، يعني ممكن اللاعب المصري واخد ان هو يعني خلاص بقى انا دلوقتي برضو لعبت قدام بايرن ومركز ثالث وجاي من كاس العالم الانديه وتاريخ 6 مشاركات ويعني بنقول ميداليتين في البطوله ديت للمركز الثالث، ممكن تاثر على بعض اللعيبه شويه، اللعيبه اللي ما عندهاش الخبرات الكبيره او اللي تقدر عندها اتزان نفسي او عندها ثقه في نفسها انها تفصل بعد كل بطولة أو كل مباراة. امبارح المباراة أنا شفتها الأهلي عنده رغبة كويسة جدا، عايز يكسب، عايز يجمع نقط في الفترة دي في الأول دور المجموعات دوت. عجبني كم لقطة كده، منهم الجول بتاع كهربا وإصرار قفشة على إن هو عايز يجيب جول، حتة إن هو يلعب بدماغه كورة كانت ممكن يعني تحرز هدف بدري مبكر، لكن عجبني جدا جدا تحرك كهربا، وعجبني في الهدف الثاني بتاع كهربا الكنترول بتاع الكوره، يعني هو قاطع كويس قوي، هاني حاططها له كويس قوي، يعني بلغه الكوره بقى ما تفزلكش واحده والثانيه جول، وهو ده المفروض اللي يبقى في لعبه الكوره عموما، العب اللي اعرفه. لما بحب اجود واحب ازود في حاجه مش موجوده فيا بتتقلب على طول عكسي على على الفرقه. تاني حاجه عجبني امبارح الفيرو بتاع الاهلي اللي وضب ظبط الكورتين لقفشه، التكوف بتاعه كويس قوي، بدا يفوق. اسمه اللي جاي من الجونه ديانج، اليو ديانج ولا بواليا؟ لا بواليا 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 سوري. ربنا فك نحسه امبارح، فك نحسه. انت فاكر قعدنا سنه مع عمان وبعد كده فتحت بعد ايه ده سنه كامله. الحمد لله. كان مين يا ربي؟ كان مش فيليكس، كان فلافيو، قعد سنه كامله وبعد كده ربنا فتح عليه وبقى يعني. فبواليا كان في الجونه حاجه ثانيه خالص، كاريزمته بدات تنصهر شويه مع بعض اللعيبه ومعظم اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي. عجبني قوي حته اصرار اولا موسيماني ان هو الى الفتره دي ويثبته، دي كويسه. بس انا خايف من حاجه. ايه بقى؟
انا ما بلعبش على 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 فرود واحد، يعني نمره 9 انا ما بلعبش عليه واحد، في معايا واحد واثنين وثلاثه. مجرد ان اللعيب بياخد احساس ان هو هيبقى نمره واحد وهو ده اللي خلاص الاساسي يعني هيعتمد عليه، لا انا عندي لعيب واثنين وثلاثه. ارجو ان الموضوع دوت يعني يتدارك او يحسوه، لان اللعيب ما بيجيش غير بفوره الماتشات. مهما عملت خدت ماتشات وديه كتير، اتمرنت كتير، على ما اعتقد ان الموضوع ده مهم جدا 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 جدا، لان الضغوط العصبيه اللي على اللعيب في فتره وجوده في النادي الاهلي بتمثل عبء غير عادي. اكيد مش اي لعيب طبعا. بواليه في الجونه هو الفرقه، طب فين بواليه في 3 4 ماتشات 5 ماتشات؟ والنادي الاهلي محتاج ان اللعيب اللي بيجي عنده يا يبقى اضافه قويه ليه ويزوده، يا اما جمهور الاهلي ما بيرحمش. ده للاسف ما بيرحمش. هو سبورت ليكي قوي وجامد قوي وبيساندك كويس قوي، لكن في نفس الوقت انا عايز اداء وعايز نتيجه وعايز اهداف. طبعا هي دي المشكله اللي ممكن تتواجه لاي لعيب في النادي الاهلي. فعجبني بواليا جدا جدا جدا، كل التكوفات بتاعته بيستحوذ كل الكرات العاليه تقريبا بتاعته. شكل الاهلي عايز 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 يجيب جول، شكل الاهلي عايز يكسب، شكل الاهلي عايز يكمل، شكل الاهلي مش عايز يقول ان احنا خدنا مركز ثالث لمجرد ان احنا تواجدنا في بطوله والبطوله دي احنا موجودين فيها بقالنا 6 جولات. فبصراحه الشكل عجبني والاداء عجبني، وفي المحصله النهائيه في بعض الماتشات بعض المباريات في البطولات دي بيبقى مش محتاج الاداء بس، محتاج الثلاثة بونت بعد الفتره الكبيره ان الاهلي يلعب فيها 3 ماتشات في 7 8 ايام. طبعا قوه جامده جدا. صحيح. ضغط عصبي وانا متاكد طبعا ان الريكفري او الاستشفاء بيتعمل بسرعه جدا في النادي الاهلي بشكل احترافي كبير جدا. فعلى ما اعتقد ان الكلام ده كله خلص، وكان مكسب المريخ امبارح يعني يدي الثقه اكتر للنادي الاهلي يعني. جميل. حلو. طيب خلينا يعني قبل بقى ما نقفل صفحة الماتش امبارح، برضو ازاي حضرتك قيمت اداء المريخ؟ يعني البعض كان بيحلل بعد كده بعد المباراة قال المريخ كان بيلعب الآن، ودي نقطة. النقطة التانية كان بيدافع اكتر ما بيهاجم لان هو خايف يعني لحد ما. فتحليل حضرتك برضو لاداء المريخ امبارح. مش هختلف كتير عن الكلام اللي اتقال، لكن معظم هجمات المريخ يعني لما نيجي نبص لمعظم الهجمات اللي حصل على النادي الاهلي امبارح او على الشناوي، 3 4 كور منهم كوره واحده مش فاكر اسمه ايه الولد الوينج رايت عدى وعمل شوطه كده، ويعني ما شفتش خطوره زي ما انت قولي. هو كان بيلعب برده 4 2 3 1 بس ما بيتطبقش كويس. الاثنين الديفندرات كانوا متاخرين جدا في احضان السرد باكين، الثلاثه خايفين وقلقانين من النادي الاهلي، خايفين لو فتحوا الدنيا تفتح معاهم يبقى جول واثنين وثلاثه. فتبقى المساله بالنسبه لهم برده مش كويسه. هو كان بيلعب على حته ان انا اطلع درون اقلل الهدف ما اخش فيه اجوال كتيره، ودي كانت مخليها ملوش انياب يعني الاهلي على العكس تماما من المريخ. نازل بيقول انا عايز اكسب، المريخ بيقول انا لو طلعت درون كويس جدا بالنسبه لي. هو برده ممكن يجمع بناط، لكن ما كانتش عنده الشرط والمخالب اللي بيها يقدر يهاجم كويس يعني. طب ده بالنسبه للي فات. بالنسبه بقى اللي جاي ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم باذن الله هتكون المباراه الثانيه للنادي الاهلي امام سيمبا التنزاني، هتبقى عامله ازاي المباراه دي في رايك بالمقارنه بماتش الاهلي مع المريخ؟ مش هتختلف كتير يعني ديانج امبارح بدا يبقى موجود. تمام. الاهلي الحته اللي كويسه فيه دلوقتي حته الروتيشن بتاعت اللعيبه اللي عملها قبل ما موسيماني كان فايلر. ودي حاجه من الحاجات اللي بدات معظم المدربين، وانا طبعا واحد من الناس الموجود جوه المطبخ بامانه، بدات معظم المدربين يشتغلوا على حته التدوير، حته الروتيشن. الفتره دي الاهلي هيفكر في حاجه، انا عايز اجمعها. فرقه سيمبا فرقه محترمه، فرقه كويسه ليها اسم كبير واسم مباع كويس جدا، لكن الغرض من المباراه ديت الاهلي عايز ياخد 3 بونت. ودي احسن حاجه في موسيماني الفتره دي. يمكن ما ببصش للاداء بشكل كبير قوي بقدر ما ببص ان انا عايز اثبت 13 14 بالكثير يمكن 15 لعيب، وفي نفس الوقت انا بجمع بناط زي ما بقول. الفتره دي هتبقى فتره صعبه شويه. سيمبا
من الفرق اللي بتلعب كوره ومن الفرق برضو اللي بتحضر كويس من تحت ومن الفرق اللي الكويسه في القاره الافريقيه. على ما اعتقد ان ممكن موسيماني هيتعامل معاها حسب التقرير اللي هيجي له الماتش اللي كان بيلعبه مين ماتش فرق انا مش فاكر طبعا مش متذكر الماتش اللي لعبوه، لكن هيتعامل مع المباراه دي انا متاكد زي المريخ بالظبط. ما اخسرش انا هطلع بره، انا ما اخسرش يعني انا ما اخسرش بقدر ان مستطاع انا لازم اجمع ابنات كويس قوي. طريقه اللعب انا بقول بتتثبت يعني خلاص موسيماني بقت الناس كلها عارفه 4 2 3 1 وبتطبق باي شكل، الطرفين عنده بيشتغلوا ازاي. هي بس المشكله اللي بوشوش بس فيها موسيماني بقول له الطرفين عندك لما يطلعوا لازم المكان ده يتامن كويس جدا جدا جدا، مش لازم الاثنين طايرين. بالمناسبه الجمله اللي حضرتك قلتها جمله كل الناس بقت عارفه، مش ده خطر في حد ذاته ولا ايه؟ لا بص لك بص هقول لك الاهلي طول عمره معروف. طب هقول لك ردا على الكلمه دي، الاهلي بيلعب في الدوري المصري، بيلعب زمالك ومقاولين وامبي ودودي دجله وبيراميدز، كل الناس ده مش عارفين الطريقه، ده عارفين كل لعيب ومواصفاته وعيوبه ومميزاته طبعا. وفي نفس الوقت الاهلي بيكسب. لا في حته انا يعني انت كل الناس عارفه برشلونه وكل الناس عارفه ريال مدريد بالظبط، مش مجرد ان انا اعرف ان انا لا اطلاق التطبيق ووقت اللعيب حالته النفسيه والادراك وان انا انفذ، دي بتفرق مع اللاعب المصري اكتر من 70-80%. حالته النفسيه جوه الملعب وقت المباراه تفرق اكتر من 70%، وهي حاجه للاسف بص بقول للاسف مش بقول لها كويسه، للاسف المفروض ما تكونش موجوده. يعني انا ما بقاش لعيب مودي، مزاجي كويس هادي، مزاجي مش كويس مش هادي. احنا ليه كلنا شفنا بايرن كويسين قوي او كنا خايفين بايرن ليه؟ طب ما انت عارف كل لعيبه بايرن للنادي الاهلي معروفين ولموسيماني معروفين، لكن اشمعنا كنا قلقانين منهم ليه؟ الناس بتطبق كره بمعنى تطبيق كوره يعني الحرفيه معلمين كلهم مستوات بنورد الله تروس في وسط بعضها. كنت لسه بتكلم مع ريهام قبل الهوا، تروس لو ترس اتشال من مجموعه التروس دي مستحيل تشتغل. يعني ايه؟ كل واحد عارف دوره. انا كان في يا ربي مدرب منتخب مصر للناشئين كان بيعلم اللعيبه اللعب على المربعات، يعني جوه ال 18 مثلا بيقسم ال 18 مثلا ست مربعات. اوكي. يقول مثلا سيرد باك ياخد مربع 5 والسيرد باك الثاني ياخد مربع 4، الباك رايت مربع 1، الباك ليفت مربع 2، ديفندر كذا وديفندر الثاني كذا 6. وكل واحد ليه مربعه ما يعديهوش. دي ثقافه وده تعليم. ما اعتقدش ان الثقافه دي ممكن لعيب مصري يتداركها او يلعب بيها. فالمشكله ان احنا يعني في وقت كبير بنلعب بعشوائيه شويه. تشوف التمرين شيء، انا بتكلم بكل صراحه على فكره طبعا بالعكس ده بكل امان يعني. انت تشوف التدريب بشكل تاني خالص، تشوف المباراه مستحيل تقول اللي كان بيشتغلوا في التدريب دول هم اللي بيلعبوا المباراه دي. طب اسمح لي كابتن ضياء نرجع للنقطه دي، وجهه نظر حضرتك ان احنا بنلعب في بعض الاحيان بعشوائيا نفهمها اكتر، بس يعني فاصل سريع ونرجع نكمل نستكمل حديثنا مع كابتن ضياء. مرحبا بحضراتكم انا وكريم مره ثانيه، 10 الصبح في الاهلي ومنورنا كابتن ضياء عبد الصمد. كنا بنتكلم في نقطه في غايه الاهميه قبل الفاصل، بنقول او حضرتك قلت يعني ان اللعب في مصر الى حد ما شويه بيشوبوا جو من العشوائيه، وربما برضو عشان نحط بين قوسين كده يعني ممكن نقول الاعتماد على المهارات الفرديه مش عشوائيه بمعناها. لا ما اقصدش يعني عشوائيه يعني مستحيل. لا 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 اطلاقا يعني. لا لا لو اتفهمت بالمنطق. لا لان بعض الناس ممكن حضرتك في ناس بتحب تاخد اي زي كلمة. زي السرعات، ما السرعات دي فروقات فرديه. ما انا بتكلم اقصد كلمه عشوائيه دي يعني اللي بنشتغله في التمرين ما بنطبقوش بنسبه 60-70% في المباريات الرسميه. اللعب الفردي بيبقى ليه سمه يعني. غالب على المجموعه، والدليل دوت اللي بقول عليه ان معظم الفرق اللي بنتفرج عليها، انا مش بتكلم عن النادي الاهلي بس، لا لا اطلاقا النادي الاهلي حاجه ثانيه، انا بتكلم عن معظم الفرق، انك ما بتلاقيش جمله معينه او تاكتكس معين بتشوفه بتقول ده هم بيشتغلوا على طول ناحيه الطرف اليمين او ناحيه الطرف الشمال، او الراجل ده لما بتجيله الكوره بتاع الديفندر ده او بلاي ميكر ده او مركز 10 بيبدا يستلم علشان يخش نمره 3 عشان يطلع نمره 2 وكرروها كذا مره.
فبتبقى واضحه جدا للمدير الفني او للجهاز يقول لك المكان الفرقه دي بتتضرب من المكان ده. ما بنشوفهاش دي كتيره، لكن في معظم الفرق الاوروبيه زي ما اقول لك هم كريم بيلعبوا بديناميكيه، ديناميكيه غير عاديه، تروس حافظين ان المكان ده تخش هنا عشان تشتغل هنا. بس احنا ايه اللي ناقصنا عشان نبقى احنا كمان تروس زيهم؟ هقول لك حاجه كويسه قوي، في مثل بيقول لك من شاب على شيء شاب عليه. انا لازم يبقى عندك قاعده ناشئين محترمه جدا 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 جدا، واحنا ما عندناش. وابدا اهتم عندنا بس مش يعني في فتره من الفترات برضو وبكل امانه بدات مقوله شراء العبد ولا تربيته. انا اجيب لعيب من بره هو كان اظهر في النادي بتاعه وابدا اشتغل عليه وابدا في نفس الوقت اطور. في فرق بين تعليم وتدريب وتطوير. لا وتربيته كمان هينتج عنها انتماء. ده الطبيعي، ده الطبيعي. مش عايز اذكر يعني مباراتنا مع النادي الزمالك لما كسبنا الزمالك 3-2 وقت الناشئين ايام كابتن جوهري الله يرحمه. كنا كلنا ناشئين يا كريم، كلنا ناشئين. كان بيمثل معانا هو شوبير، كابتن شوبير الوحيد اللي معانا حارس مرمى، والباقي كل الفرقه 19 سنه 20 سنه و18 سنه. كسبنا الزمالك 3-2، كسبنا بايه؟ بانتمائنا، كسبنا بايه؟ بروحنا طبعا، كسبنا بايه؟ بتاسيسنا. كنا لسه عاملين معسكر في المانيا وقبلها كان معسكر في رومانيا، ورجعنا كابتن صالح خد القرار ولعبنا وربنا كرمنا وكلنا بقينا كويسين جدا. وان كان برضو كلمه حق يعني احقاقا للحق ساعات بتبقى شراء ومش تربيته، يعني ساعات بتبقى الحكايه دي مثمره لما بتجيب لعيب واصيل، حد كده زي علي معلول، حد زي بدر بنون. الايه؟ العين. العين اللي بتختار بقى الراجل. انا ما هو انا مش بجيب اي حد عمل بوم في مباراه ولا في اتنين، لا المتابعه. ده انا لازم اتابعه سنه وممكن سنه ونص وممكن اتابعه موسم كامل، مش مجرد انه جاب لي جول او عمل اسيست الجول. شوف تطوره كمان. ده الطبيعي. ما ممكن الماتش كويس موده كويس طبعا وماتش تاني طب انا هجيب لعيب مودي واخسر النادي قد كده؟ والمشكله ان ممكن اللي بتجيبه يبقى موجود زيه في النادي عندك. عشان كده انا بقول لك الناشئين لو اهتمينا بيها اكل تدريب شرب معسكرات خارجيه ممكن يطلع لك منه 3-4 لعيبه انت تدفع فيهم مليار. احنا صحيح. طلع من عندنا في الفريق الاول كتير من الناشئين يعني سواء دلوقتي او قبل كده. تمام اوكي. ما هو برضه زي ما بقول ايامنا دفعتنا احنا جيلنا احنا وسام حسن ناشئين، ابراهيم حسن ناشئين، علاء عبد الصديق ناشئين، محمد سيد وواد رجب ناشئين، شمس حامد ناشئين. انا هقول لك 60 واحد ناشئين، ولما خرجوا راحوا الانديه بتاعتهم كان كل واحد فيهم يتحط عليه 10 فرقه. فالاهتمام بالناشئ في الفتره دي مهم جدا. دي بقى وقتها الدراسه الصح يعني. انا نفسي فعلا المدربين يعرفوا ان كل واحد يختار الطريقه اللي تناسب مجموعه اللعيبه اللي معاه. انا بلعب باربعه 4-2 او باربعه 4-2، اربعه بمشتقاتها، اربعه 4-1 ايا كان، اربعه بسلطات بابا غنوجه، بكل اللي انت عايز تقوله. المجموعه دي تناسب الطريقه دي ولا ما تناسبش؟ في ناس بتاخد الطريقه ديت وتقول لك انا هلعب بالطريقه ديت ومجموعه اللعيبه اللي معاه ما تناسبش تماما. يعني لازم تكون تفصيل، تفصيل على قد اللعيبه اللي معاك. انت ما عندكش اطراف سريعه وما عندكش سترايكر بمعنى كلمه سترايكر مش محطه. هشتغل ازاي مثلا انا 4-4-2 ازاي وانا عايز اتنين يطيروا مع الاثنين الفراوده عشان يرجعوا يدافعوا لي، او بلعب 4-1-4-1 طب محتاج اتنين يطلعوا الباكين، طب الباكين مش صراع. كل فريق ومدير فني اكيد بيشوف المدير الفني الشاطر طبعا الشاطر اللي يعني. اللي بيوظف امكانيات لعبته في الطريقه اللي بيلعب بيها بالظبط. مش كل الدنيا في ناس بتلعب 5-5-3-2 او 3-5-2. ليه العب 5 وليه العب 3؟ يعني بلعب 3 مثلا 3 فلات 3 سرد باكات، يبقى شور عندي فيهم واحد اشول وبيغطي كويس جدا، والثلاثه البدني بتاعهم يؤهلهم ان هم يقوموا بالدور يبقوا موجودين بالظبط كده. والاثنين يعني اللي عندي الباكين الطرفين هم باك رايت وباك ليفت طالعين ليهم شغل معين بيؤهلوا المدير الفني والنادي ان هو ينجح الطريقه دي. عندي اثنين ثابتين ما هو هلعب بخمسه لان الليبرو ده خلاص زمنه انتهى خلاص يعني. ففعلا المدير الفني الشاطر والناجح يوظف اللعيب على قد الطريقه وشكل الطريقه اللي هو عايز يلعب بيها. طيب عايز اروح مع حضرتك ونحلل اكتر يعني فريقنا بقى، والبعض كان بيشوف على سبيل المثال لو هنتكلم عن قفشه مثلا مؤخرا اداء قفشه هو بيهاجم اكتر ولا بيدافع اكتر ولا دفاعه اثر على هجومه؟ هو بلاي ميكر رائع بصراحه ومتوفق جدا او موفق جدا في القضيه خلينا نقول وبيساعدنا، بس بتشوف اداؤه ايه؟ يعني انا هجوم اكتر ولا دفاع اكتر؟ دي الكلمه دي حلوه قوي على فكره، الجمله دي او النقطه دي مهمه جدا. اشوف اداؤه حسب
تعليمات المدير الفني بدوره في المباراه دي في الوقت ده. يعني ممكن قفشه لو بيلعب لو فعلا زي احنا بنلعب 4 2 3 1 بنسبه 1000000%، الاثنين اللي بره اذا كان مثلا هنقول حسين وهنقول كهربا وقدامهم قفشه بيبقى ليه دور بحت بحت، بقولها دور بحت، ان هو يبقى يشتغل بلاي ميكر مركز 10، ان هو يبدا يستلم ويبدا يطلع كهربا، يبدا يطلع حسين، يبدا يلعب مع مثلا ايا كان مين هو الفيرويد باضافه باك او ممكن ديفندر بيطلع. لكن لو سرد باك بيزيد او باك بيزيد ودور من الديفندرات من الفرقه اللي بيلعبها بيزيد، لازم يبقى ليه دور دفاعي. فانت مش هتشوفيه بنفس الدور اللي انت بتشوفيه ان هو يبدا بيوزع ويبدا يبقى يدوم بدور البلاي ميكر وتحسي ان هو ديفندر مش بيلعب بلاي ميكر. دي بترجع حسب الفرقه اللي بتلعبيها، حسب دوره احتياجه. طب واحد يقول لي طب يلعب ليه بقفشه؟ طب ما العب بديفندر صريع. طب ما انا بهاجم، هو انا النادي الاهلي هلعب بثلاث ديفندرات؟ مش بتاعتي دي، دي فرقه ثانيه. لكن انا كنادي اهلي ليا دور في وقت الهجوم. يبقى وانا بدافع بلعب بالطريقه دي، وانا بهاجم بلعب بالطريقه دي. بتشوفي قفشه ممكن في بعض المباريات ليه دور دفاعي، بيبقى طبعا ده نجاح على فكره طبعا، ان تشوفي قفشه بدورين في فيلم واحد او في مباراه واحده يبقى شور، ده نجاح. وقت الدفاع ليك دور مكلف بيه، الدور ده لازم تأديه، مش هتأديه هيبقى فيه مشكله، ما تأديهوش في غيرك ممكن يأديه. فعلشان كده ده يعتبره برضو انا كمدير فني نجاح كبير جدا من المدير الفني ومن الجهاز، انه يبقى ليك دفاعي وليك دور هجومي. انا عندي فضول شديد ان انا اعرف من حضرتك يا كابتن ضياء، وانت بتتفرج على مباريات النادي الاهلي امتى بتقول لا ده احنا الجيل بتاعنا كان حاجه تانية خالص استحسانا، او بتقول نفس الجمله انتقادا؟ يعني بين قوسين كده ايه الفرق ما بين الجيل اللي حضرتك بتنتمي ليه وبين الجيل الحالي في النادي الاهلي؟ لا فرق شاسع يا كريم. في ايه بقى؟ كنت متاكد حضرتك لا لازم الله. اقول لازم اقول غير اولا غير معطيات الزمن نفسها والمستجدات الكتير اللي حصلت في السنين الاخيره. هقول لك حاجه جميل قوي في عجاله. اولا احنا كنا بنلعب كوره للكوره طبعا، عمرنا ما اتكلمنا في فلوس طبعا. يكفيك اقول لك ان احنا زمان لا احنا مش حاسبه تمضي، ما كانتش فلوس اصلا مقارنه بالارقام اللي بنسمعها. فلوس ايه بس يا خليل والنبي، خلي الطبيب مسطوره حبيب قلبي خليها مقفوله كده. ما فيش، انت بتمضي بتيجي في الناشئين بتمضي بتفضل بقى 13 15 17 19 21 الى ان يشاء الله انت في النادي الاهلي. مش حاجه اسمها سنه واثنين وثلاثه، كان ده كله مستحدث علينا. وللاسف ان نظام الاحتراف في مصر عقد فقط لا غير، ورقه مكتوبه، لكن اللي مكتوب جوه العقد وجوه كلمه احتراف قسما بالله ما يطبقوا غير يمكن النادي الاهلي، وعلى هنقوله على استحياء نادي كمان او وخلصت. كلمه احتراف دي ورقيه فقط لا غير، مش مهنيه انك انت محترف محترف. انا بقول لك اطلاقا، انا بقولها لك اهو، دي مفيش محترف في مصر محترف بمعنى كلمه محترف. عايز كلمه محترف بمعنى كلمه محترف؟ محمد صلاح. اذا مشي على نفس النهج، احنا هنا قناه محترمه وبنتكلم في الناس كلها. يمكن مصطفى محمد لو مشي زي ما كان عمرو زكي ماشي زمان. يعني انت عايز تقول ان الاحتراف افسد المنظومه مش افادها؟ ما بياخدوش من كلمه الاحتراف دي كلمه غير ان انا باخد كام وليها كام وعليك كام وكام سنه. لكن يعني احتراف؟ انا بصحى امتى؟ وبنام امتى؟ وباكل ايه؟ وبروح فين؟ وبكلم مين؟ وما اكلش ايه؟ وما اقعدش فين؟ واتمرن ازاي؟ وناقصك ايه؟ وانت عندك الاماميه، العضله الاماميه محتاجه شغل تشتغل عليه، والخلفيه فيها كذا. انت طبعا. عندك الشوطه دي مش كويسه ودي مش كويسه، عندي الاوفر بتاعي مش كويس، الشيب مش بتاعي مش مظبوط، ما بشتغلش بدماغي كويس، انا ما برتدش بسرعه، ما برحلش ولا السردباكين عشان هي ده الاحتراف. بره عنده المدرب معاه 7 و8 و15 و20 اسيست مساعد. ده الاحتراف. انت بتاخد من الاحتراف ايه في مصر؟ انا هاخد كام؟ لا هي تفاصيل اللاعب يعني نقدر نتكلم تفاصيل. ما هو طب انا يعني ايه كلمه محترف؟ انت وقتك كله للنادي، وقتك كله للنادي عند النادي، مش النادي بيديك مقابل؟ يبقى انت كلك بتاعي. طب هو مش في ناس من النادي سواء من الجهاز الفني او مسؤولين عن تنفيذ النقاط اللي حضرتك بتذكرها؟ ما اعتقدش، بقول لك مش كل الانديه. النادي الاهلي موجود فيه، ده قولا واحدا. احنا بقول لك متاسسين صحيح. هو هل يعقل ان كابتن صالح وقتها ياخد قرار الا ما اذا ما كانش واثق 100%؟ ان ال 20 لعيب اللي في ال 17 وال 19 دول قادرين ان هم يقفوا قدام نادي الزمالك ويكسبوا نادي الزمالك بعظمته وقتها. بتلعب كوارش وفاروق جعفر ومحمد صلاح وطارق يحيى، ده بتقول لك فرقه كلها اسماء طبعا كبيره. انا ليه بقول لك كده؟ بقول ان الاحتراف لازم يتطبق بكل جوانبه، ما خدش بس الرقم
ان النهارده انا ب 15 مليون رقم والمده. فاحنا لعبنا الكوره للكوره، كنا بنلعب يعني بنقضي وقت كبير جدا في الاهلي مع بعض. كنا بنيجي انا عن نفسي كضياء كنت باجي معايا دفعتي كلها الساعه 9 الساعه 10 الصبح، بمشي بالليل الساعه 10 بالليل. مش معسكر، لا احنا بنحب بعض. حتى الايام اللي كنا موجودين فيها كنا بنقعد مع بعض، كنا فعلا لو في واحد فينا البدني بتاعه قليل شويه كان يلف التراك بتاع الجزيره من بره، كان يروح تراك الخير في الجزيره عايز يزود نفسه، يخش الجيم، عايز يشتغل. كانت بتلاقي حد بيساعدك، بتلاقي حد يقف جنبك. كنا بنحب النادي الاهلي قوي. احنا ما فيش حاجه اسمها عندنا تعادل، دي غرسها فينا الله يرحمه يعني ابو الاشبال كابتن صباح حسين، وعلى طول دايركت بعدها كابتن زيزو، وبعدين كابتن عادل تعيمه، وكابتن أبو سلامه، وكابتن جوهري. لا كنا هي منظومه ماشيين عليها كلنا، منظومه كلنا زي حضرتك بتقول ان النادي الاهلي بعد ما بيتحط ليه سيستم واطار معين ما حدش بينفع يحيد عن الاطار ده او عن الشكل ده. فلا احنا الجيل مختلف تماما تماما تماما، في تطورات، في حاجات كتير جدا عصريه حصلت. الريكفرنج بتاع زمان غير دلوقتي، انت في اجهزه بتخشها ما بتكملش 30 ثانيه، انت بترجع ريفريش خلاص بالنسبه لك تجميد تحت 30 تحت الصفر و20 تحت الصفر في عدد من الثواني قليل جدا، بترجع خلاص خلصت يعني. فطبعا جيلنا مختلف. لو كان التقدم ده موجود في وقتكم كنت ولعتوا الدنيا عالميا والله العظيم. احنا في مره معسكر من المعسكرات والكابتن عادل تعيمه ربنا يديله الصحه وطوله العمر، كنا في المانيا او رومانيا على ما اعتقد، قال لهم انتوا ازاي 19 سنه الجيل ده ومش واصل للعالميه وما بيلعبش كاس عالم في كل المنتخبات ازاي؟ لكن لا احنا كنا جيل كويس جدا، وللاسف احنا يمكن هي ماديا بس واعلاميا. زمان يا كريم ما كانش فيه ال 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 الشو الاعلامي الميديا الكتيره دي. صحيح. ده الواحد بيصحى من كده تك الدنيا مصر كلها بتشوف التك دي. صحيح. على طول خلصت. لكن زمان هو كان قناه او قناتين. صحيح. وجورنال او جورنالين وخلاص على كده. فطبعا لا جيلنا مختلف تماما. ويعني من A to Z جيل زمان لجيل دلوقتي. ممكن يعني الرياضه زمان ما كانتش بتمثل برضو جزء من الاقتصاد زي دلوقتي، يعني دلوقتي في بقت الثقافه دي، الرياضه بقت يعني او كره القدم كمان بقى ليها اقتصاد لوحدها يعني. عندك حق. ونادي المقاولين يعني محمد صلاح دلوقتي اي مكان بيروح فيه ما شاء الله هو ان ربنا بيكرمهم فعلا اقتصاد. يعني في بعض الانديه كانت قايمه على الكلام دوت ان هو بي 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 بيعمل اختبارات للناشئين وبيبدا يستثمر فيهم، ما بيهموش مركز، اني انا عايز احتل مركز معين في الدوري او في شباب حتى ناشئين درجه اولى، ما بيفكرش غير ان هو يستثمر اللعيبه دي في انه يبيعها وفعلا زي حضرتك بتقولي يدخل له فلوس ويدخل له ماده كويسه. اصل هي خلي بالك مش بس في الرياضه ولا في كره القدم، عموما كل ما كان يطلق عليه صناعه زمان اتحول الى تجاره بما فيها الفن. بالمناسبه كان زمان طول عمرها صناعه سينما، اصبحت مؤخرا تجاره سينما اكتر بكتير ما هي صناعه. وبطبيعه الحال نفس الكلام ينطبق طبعا على الرياضه. بس اقول حاجه، من اول ما بقى في سيطره من الاعلان بالنون على الاعلام بالميم ما شفناش غير اللي حضرتك بتتكلم فيه ده. الاعلام اختلف شويه. الاعلام اختلف شويه زمان عن دلوقتي. اختلف شويه. المهنيه في كل مجالاتها اختلفت. مهنيه. ايوه عشان كده بقول لك من عمال اهز راسي واقول لك حدث ولا حرج. بس في كل حاجه طبعا، رياضه، ثقافه، اعلام، اعلان. صحيح. ميديا، طب، هندسه، تكنولوجيا، قضاء، كل مش قضاء مش حاجه ثانيه. اي مجال اختلفت. انا بتكلم صح ولا بتكلم انا برضه. ما عنديش النظره التشاؤميه دي. انا مش متشائم يعني ولا سوداويه. انا دايما بشوف ان في جزء كويس والوحش في اي عصر، فاحنا مكملين كده يعني، وفي اي دوله وفي اي مكان وفي اي مجال. فانا بجد والله أنا مش شايف سواد. انا بقول انا بتكلم لا مش سواد، معنى مش كلمه سواد، لكن الشكل ده لا المهنيه اختلفت يعني. ايه يعني ايه المهنيه اختلفت؟ انا بالنسبه لي كوجهه نظري يعني 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 في مثلا كوادر عندنا في مصر هنا في الرياضه، انا هتكلم على الشق اللي يخصني في الرياضه، لازم يسكنوا نفسهم. طب ليه ما يجيش الناس الاكثر خبره منهم واكبر سنا منهم ويقولوا لهم انتوا لازم تسكنوا نفسكم في 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 التدريبات، في مثلا باخد مثلا اللي هي الرخصه A والرخصه B والرخصه C والمتقدمه، الكلام ده كله لازم يصار هنا. انا عندي كواليتي كويسه وعندي كوادر كويسه وعندي مجموعه كويسه، طب ليه انا كراجل مهني ما اقولش ان فلان وفلان وفلان الدوله تتحمل مسؤوليه ان هم يبقوا حاجه كويسه في التدريب؟ زي حته المهنيه،
لما انا اكون راجل بسمع صوت كويس قوي وفعلا لقيت صوت يبقى ممكن لو ساعدته يطلع لي منتج كويس جدا اطنش وامشي. لكن قبل كده لا 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 لا، ده انت فيك تون معين في درجه معينه انا هشتغل عليه، ياخده ويشتغل. هي دي المهنيه اللي اقصدها، مش السواد اللي هو اطلاقا. لا 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 اطلاقا خالص. انا هختم مع حضرتك انا وكريم لان الوقت بيجري بنقطه انا نفسي عايزه اعرفها. ليه احنا كنا من، انا هتكلم من بدايه تولي موسيماني يعني كاداره فنيه للنادي الاهلي، هو بدا وكنا الفوز عندنا سريع جدا في الدقائق الاولى، وبعد كده تاخر الفوز لدقائق مثلا متاخره في الشوط الاول، بعد كده بقينا بنشوف فوز بس في الشوط الثاني. ف حبيب تشوف ده ليه؟ يعني يمكن ده اخر ماتش امبارح برضو شفناه، مع ان ناس كتير كانت متوقعه ان هننهي القصه من الشوط الاول. هي القصه برضو اللي بينزل بيعمل حساب النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي، بيقول انا لما بعت النادي الاهلي مكسب ليا وفخر ليا ان اخد بونت. لا انكر دور مستر فايلر مع النادي الاهلي. موسيماني جه كمله وكمله بطريقته. الفتره دي اللي هي اول ما موسيماني جه ومسك بعد فايلر على طول، معظم اللعيبه وقتها كان كل واحد بيقول انا عايز يبقى ليا مكان وعايز ليا يعني احجز مكان في الفرقه الاساسيه. ده بيعكس دور الفرقه عموما في ان انا عايز اخلص. أيوة. ان انا عايز اطلع اقصى ما عندي. مش معنى كده ان كل اللي بيلعب دلوقتي حجز دور وقال ان انا خلاص بقت في الفرقه، لا، دي حاجه نفسيه بحته. طريقه لعب موسيماني بيحب يحضر من تحت شويه، يعني برضو بيبدا يحب يحضر من تحت ويحب يخلي يعتبر اللاعب الحارس، ما بقاش حارس دلوقتي، بقى لاعب حارس، يبدا يشتغل من تحت. يمكن بيصر على طريقه معينه اللي هي ان انا ابدا احضر من تحت واشتغل من تحت. بتعطل شويه المكسب. بس انت ما تقيميش الموضوع بالشكل دوت. انا اقيمه قد ايه رحت على المرمى الثاني، قد ايه هديت المرمى الثاني. أيوه. قد ايه عملت كورسات، قد ايه عملت اوفرات، قد ايه كانت مشاركه الفراود او الثلاثه الموجودين قدام كانت خطر على الفرقه الثانيه ولا لا. تتاخر بقى ما تتاخرش، دي بتبقى حسب حاله الفرقه ووضع الفرقه اللي بتلعبك، هم عايزين منك ايه، وحسب ممكن يلعبك باربعه او ثلاثه مدافعين. لكن انا شايف ان دي هتتلاشى الفتره اللي جايه مع الطريقه اللي بيلعب بيها موسيماني في الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله يعني حضرتك نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بوجودك معانا، وان شاء الله نرجع نتشرف بوجودك معانا مره ثانيه على قريب باذن الله. صباح الخير ويا رب كده يعني كنا اتكلمنا مش بسواد، اتكلمنا بالعكس بموضوعيه جدا. ربنا يخليك يا كريم. نورت الدنيا. الحلقه خلصت والاسبوع خلص، وبس عايزين ننبه لان احنا دلوقتي سامعين اصوات مرعبه الى حد كبير، فواضح وواضح كده كمان من الجو لو حضراتكم شايفين ان يعني الساعات اللي جايه هتبقى ممكن يبقى فيها قلق شويه في حاله الطقس يعني، فيا ريت نخلي بالنا. على كل حال دي كانت فقرتنا ودي كانت حلقتنا وده كان اسبوعنا. والحمد لله، وهرجع اقول تاني، احنا بدينا الاسبوع وانا دايما بحب اتفائل، وبديت الاسبوع صباح النصر وكنا بنهني بعض، وكنا بنهني نفسنا على البرونزيه. صحيح. ونهينا كمان ان احنا بنهني بعض بالفوز امبارح، طبعا 3 أهداف على المريخ السوداني، فاعتقد كان اسبوع رائع. اسبوع زي الفل، بارك الله فيه برزق، وبنتطلع للمزيد من الاسابيع الناجحه ان شاء الله. زي الفل، والوانه كلها الوانه مبهجه. نتفائل. نشوفكم ان شاء الله الاحد الجاي و10 صفوف الاهلي مع كريم ونهى. صباح الفل عليكم.